على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى والفضائيه المصريه، اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منى، وصباح الفل على حركه كلكم. في الحقيقه ما حدش ينكر ابدا باي حال من الاحوال ان الطفره اللي حصلت خلال ال 20 سنه اللي فاتت في مجال التكنولوجيا بقى ليها يعني مردود معرفي كبير على الناس كلها. ما حدش ينكر ابدا فضل جوجل، فضل اليوتيوب على اللي عايز يتعلم اي حاجه. بقى في مفهوم جديد من التعليم اسمه سيلف ليرنينج، انا اقدر اتعلم لغه، اتعلم برمجه، اتعلم كورس، اتعلم مهاره معينه. السوشيال ميديا والادوات التكنولوجيه اللي كل يوم والتاني بتتطور وتتقدم، زي برضو ما ليها مميزات كتير جدا في حياتنا، اكيد ليها عيوب واكيد ليها اشكاليات واكيد ليها مشاكل مفيش حصر ليها على الاطلاق. ويمكن من ابرزها او ابرز مشكله بنقابلها الآباء والأمهات في تعاملهم مع الأطفال. الأطفال بينجذبوا ناحية السوشيال ميديا بشكل طويل جدا. بنشوف فيديوهات المعمولة على التيك توك بتاخد وقت كتير منهم، بنشوف الريلز، بنشوف الشورتس أو الفيديوهات القصيرة. أكتر وقت الأولاد بيقضوه على مواقع التواصل الاجتماعي بيستقوا معلوماتهم منها. الوقت ده وقت بدون زمن، بدون رقابة على المحتوى اللي بنشوفه، بدون ما نعرف ايه الكونتنت او ايه المضمون او ايه الرسالة اللي ممكن تحتويها هذه الفيديوهات. زمان كنا ما بنيجي نقول على حاجة كنا بنقول هنعمل عليها السيرش. بالضبط. دلوقتي بنقول هنجوجل. ايوه. الحاجة. جوجلت، يعني اعمل سيرش عليها. يعني فكرة ان بقى في مواقع للسوشيال ميديا غيرت المصطلحات وغيرت الافعال اللي بنستخدمها اصلا في السيرش او في التدوير على الحاجة. السوشيال ميديا فعلا زي ما هي ليها فوائد كتير جدا ليها عيوب كتير جدا، نقدر نقول انها سلاح ذو حدين مع اولادنا ومع اطفالنا. قعدنا متحمسين جدا للمواقع المختلفه اللي ساعدتنا وقت مثلا ازمه كورونا، انها ساعدت جدا في التعليم عن بعد وما خلتش الدنيا تتوقف. لكن طبعا اكتشفنا بعدها عيوب كتير جدا، ابرزها مثلا ان لقينا الاطفال تحولت لاطفال معزوله اجتماعيا، خرجت عن دائرة الأصحاب، خرجت عن دائرة الأصدقاء، بقى عندهم صحاب كتير افتراضيين متعددين. صحيح. من أشكال مختلفة، من أجناس مختلفة، لكن لما نيجي على أرض الواقع مفيش في حياته حد، مفيش واحد صاحبه ينزل يلعب معاه كورة، ولا واحدة صاحبتها تنزل يلعبوا يجروا مع بعض في التراك، ولا أيا كان. بنلاقي أمهات كتير قوي لمست الموضوع ده وحست الموضوع ده وشافته بعينيها، إنه الولاد موجودين على جروب الكلاس قاعدين بيلعبوا مع بعض، لكن ابنها بيروح المدرسة ويرجع أو بنتها بتروح المدرسة وترجع ما عندهاش صحبة قعدت معاها في الفسحة أو عملوا أي أكتيفيتي مع بعض. يا مصطفى صحيح. أعتقد في الوقت ده الأهالي لازم تتدخل، تعمل كده ستوب وتروح تدور على حلول عملية تساعد أولادها في أنها تتخلص من الإشكالية دي، لأن قد ما العالم الافتراضي جميل ولكن هو افتراضي. وعلشان نبقى منصفين خلينا برضو نقول ان دي من مميزات السوشيال ميديا، ان بقى لأطفالنا اصدقاء
من دول أوروبية ومن دول آسيوية ومن ثقافات ما كناش أبدا إحنا على أيامنا يعني نقدر نتواصل معهم بالشكل ده. ما كانش عندنا البان فرنس، ما كناش بنكتب جوابات ونبعت. انت كنت في ميكي في الدايرة الأخرانية دي اللي هو أصدقائك وهواياتك السفر كنا عندنا أصحابنا يعني في دول مختلفة، وحتى لما أصحابنا في المدرسة كانوا يسافروا أو إحنا نسافر، بس مش بالإيقاع ده. ده انا عندي جوابات صحابي. ماشي، كانت بتوصل لك كل قد ايه منها؟ كانت بتاخد وقت فعلا. النهارده عندنا طفل بيتكلم مع يعني نظيره في الصين او في امريكا او في استراليا وهو قاعد. هاي. وبيطور مهاراته، بيطور قدراته على التواصل مع كل الجنسيات على وجه الارض. دي ميزه، لكن العيب ايه بقى؟ العيب امراض نفسيه زي التوحد. الأطباء النفسيين شخصوا هذا الأمر واتكلموا عنه كتير جداً، أن أطفالنا أو أطفال هذا الجيل تحديداً عندهم الإشكالية دي. الإشكالية دي لو استمرت هينتج عنها ضعف كبير في دائرة علاقات الطفل الاجتماعية، هينتج عنها انطواء مزمن في المستقبل. يعني بالبلدي كده الولد هيكبر وهيكون ملوش أصحاب أو أصدقاء، ودائرة علاقاته الاجتماعية الحقيقية هتكون دائرة فاضية، دائرة ما فيهاش حد. ما يقدرش الطفل زي ما احنا كده بنقول كده بالبلدي ايه يعني مدردح، يقدر يتكلم وياخد ويدي ويمشي ويروح ويجي ويبقى ابن بلد. هيبقى انفورماتيف، هيبقى بيقول معلومه وبيرجع، هيبقى زي الروبوت. زي ما تحط له او ترسم له الخط هيبقى ماشي عليه. هيبقى عايز وهو بيتكلم مع حد من اصحابه لو في الحياه الاجتماعيه يعمل لايك، بس مش عارف زرار اللايك فين في وسط الكلام. عايز يرد بإيموجي ولا عايز يرد بستيكر، بس مش عارف يعمل ده ازاي في وسط الكلام. في دراسة أمريكية بتتكلم على إن الإفراط في استخدام التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بتخلي الطفل ما عندوش صداقات حقيقية في المدرسة، مش بتخلي الطفل عنده صداقات حقيقية في الواقع. مش بس كده، يمكن الإفراط في استخدام التكنولوجيا بيؤدي لمجموعة من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية وكمان الجسدية. الولاد مش بترضى تتحرك، الولاد مش بترضى تنزل تقعد تجري في الشارع تلعب كورة، مش بتنزل تروح تمارين. يمكن بتخلي الولاد تنعزل حتى عن انهم يبقوا قاعدين على ترابيزه السفره مع اهليهم وبياكلوا وجبه ويتكلموا مع بعض. يعني كل واحد قاعد على ترابيزه السفره وهو قدامه تليفونه حتى بيتكلم مع اخرين، وساعات يكونوا بيتكلموا على جروب مثلا عيله لو في اطفال في نفس السن وهم قاعدين على نفس الترابيزه، بس هم بيتكلموا على واتساب ولا بيتكلموا على ايا كان. لا بنشوف المشهد ده كتير جدا حقيقي، مع ان اسهل احنا نتكلم دلوقتي، اسهل من احنا نقعد نكتب يعني. بس يعني هنعمل ايه؟ يمكن نتكلم ونكتب كده روشتة نفسية لينا ولحضراتكم، هتساعد يمكن كتير من الأبهات والأمهات إنهم يعالجوا الإشكالية دي عند أطفالهم وعند هنحاول أهل. يعني ربنا يسهل إن شاء الله. صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلنا محمد الشاذلي ونتعرف منه على أخبار الطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير عليك يا منى. صباح الفل عليك يا شاذلي، الجو حر يا شاذلي. طبعا حر، بس هو خلاص هو شهر يعني هنتحمله خلاص لحد ما الصيف يخلص يعني. صحيح يعني هنقعد شهر كمان؟ صحيح. ما شهر الا كام يوم كده. شكرا يا شاذلي. صباح الفل عليك وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جوله سريعه في احوال الطقس النهارده. النهارده هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه هيكون في طقس حار رطب نهارا على اغلب انحاء الجمهوريه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل الحراره ورطب ليلا على اغلب الانحاء. درجه الحراره النهارده العظمى في القاهره هتكون 35 درجه، اقل درجه حراره هتكون في مطروح 31 درجه، اما اعلى درجه حراره فهتكون في اسوان وهتكون العظمى فيها 44 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل ولكن بعد قليل. اهلا بحضراتكم، نبتدي كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار اللي حصلت امبارح. تلقى بالامس الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الامريكي جو بايدن. الاتصال جه في اطار جهود الوساطه المكثفه اللي بتبذلها الدولتان لوقف اطلاق النار بقطاع غزه وتبادل المحتجزين. وتم في هذا الصدد استعراض اخر تطورات الجوله التفاوض اللي بتستضيفها القاهره حاليا. وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الصفقة. حرص أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد على تأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار بيكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية اللي بيعيشها أهالينا في قطاع غزة، أو من أجل إنهاء حالة التصعيد العسكري
وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق هذا الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة. الأخبار اللي حصلت امبارح كان منها أيضا أن مجموعة كان منها أيضا تقديم أكثر من 35 مليون و352 ألف خدمة مجانية بحملة 100 يوم صحة. وكان منها أيضا أن وزارة العمل أعلنت عن 5183 فرصة عمل جديدة في 78 شركة ب 15 محافظة. كمان معانا دورة تدريبية في القانون الدولي للكوادر الأمنية بأكاديمية الشرطة، خلينا نتابع التفاصيل وتفاصيل تانية في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أعلن عن تقديم 35 مليون 352 ألف و554 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو 2024 وحتى مساء أمس الخميس 22 أغسطس، وده في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية اللي بتعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص، وأفادت أنها تلقت طلبات من 78 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 5183 وظائف متوفرة الآن في عدد من التخصصات منها الأصحاب القدرات الخاصة أو ذوي الهمم، وده برواتب مجزية بتحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي. وجهت الوزارة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له وتحري المصداقية في نشر فرص العمل والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف. امبارح أعلنت وزارة الداخلية أن أكاديمية الشرطة نظمت دورة تدريبية للكوادر الأمنية بالوزارة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار استراتيجية وزارة الداخلية اللي بترتكز في أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشري في منظومة العمل الأمني من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك. واختتمت بمقر مركز بحوث الشرطة بالأكاديمية فعاليات الدورة التدريبية الرابعة اللي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي بمشاركة عدد من الكوادر الأمنية بالوزارة. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار الخدمية زي محافظة أسوان اللي حققت 75% من أعمال تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد، وفي البحر الأحمر افتتاح وحدتين جداد للعلاج الطبيعي للأطفال بالغردقة. كمان معنا أن محافظة بني سويف تم تنفيذ فيها 780 مشروع في قطاع التعليم بميزانية بلغت أكثر من مليار و600 مليون جنيه، ومنها أيضا تقديم أكثر من مليون خدمة لأهالي محافظة الدقهلية منذ بدء حملة 100 يوم صحة. وأخبار تانية كتير هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها مشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد بمحافظة أسوان واللي حقق معدلات تنفيذ متقدمة وصلت لـ 75% وبتكلفة 339 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من مسافة 2 كيلومتر بنهاية أكتوبر المقبل خاصة مع بداية الموسم السياحي فضلاً عن قرب بدء العام الدراسي. أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعي للأطفال بالمركز الحضري ومستشفى حميات الغردقة لتوفير جميع الخدمات المتكاملة للمواطنين في كل التخصصات الطبية، مع العمل على التوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى. شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الأليوبية إقبال كبير وحضور كثيف من رواد المساجد أمس الجمعة، حيث يعقد كل يوم جمعة 81 مقرأة للجمهور بمساجد الأليوبية على مستوى جميع الإدارات الفرعية عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بحضور الأئمة من أصحاب الأصوات الحسنة.
أكد فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف أنه خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى يونيو من العام الحالي بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة خلال تلك الفترة أكثر من 1,665,000,000 جنيه، عبارة عن 780 مشروع شملت 4 محاور متمثلة في مشروعات إنشائية جديدة، أعمال صيانة وتطوير، ومشروعات قطاع التعليم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات مؤدية للغير. أعلنت محافظة الدقهلية أنه تم تقديم نحو 1,000,000 خدمة لأهالي محافظة الدقهلية بمبادرات الصحة العامة منذ إطلاق المبادرة الرئاسية ميتيوم صحة، مع استمرار خدمات المبادرة اللي بيجري تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة في جميع التخصصات زي دعم صحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. شهدت قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ حملات لتحصين الطيور للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة، وتم تحصين 935,159 طائر خلال الفترة من أول يناير 2024 حتى يوليو الماضي. وده خلال حملات التحصين للحفاظ على الثروة الداجنة بالمحافظة مع استمرار أعمال التحصين بقرى ومراكز المحافظة. شهدت محافظة البحيرة افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص وكفر الدوار ودمنهور بتكلفة إجمالية 7,000,000 جنيه، بيأتي ذلك في ضوء الدور الكبير اللي بتقوم به الدولة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. اهلا بحضراتكم مره تانية. بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان الجو النهارده هيكون حار رطب نهارا على اغلب انحاء الجمهوريه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. خلونا نعرف تفسير اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا اهلا بيك. اخبار الجو ايه النهارده؟ الو اخبار الجو ايه النهارده يا فندم؟ احنا طبعا يمكن خلال هذه الايام وتحديدا اليوم وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه قيم درجات الحراره خلال فتره النهار هتكون حول المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، يمكن ده كمان هيكون على مدار هذا الاسبوع كله، يعني مش هيكون عندنا اي ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره خلال الفتره اللي جايه او الاسبوع المتبقي من شهر 8. عظمى على القاهره الكبرى متوقع اليوم تكون 35 درجه مئويه، لكن طبعا عندنا استمرار في ارتفاع نسب الرطوبه، وارتفاع نسب الرطوبه هو اللي هيخلينا نحس ان ال 35 38 او 39 درجه مئويه، لان نسب الرطوبه في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط تتجاوز في بعض الاماكن ال 95%، في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري بتتجاوز ال 80 وال 85%، ودايما هي بتزود احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره بمعدل من درجتين لاربع درجات، ونسب الرطوبه طبعا بتقل بشكل تدريجي كل ما اتجهت جنوبا للمحافظات الداخليه. عشان كده طقس النهارده هنلاقي طقس حر رطب في المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى، شديد الحراره في المحافظات الداخليه اكتر او الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون في فترات النهار وتحديدا كمان في فتره الظهيره مع شده الاشعاع الشمسي، وده الوقت اللي بنسجل فيه قيمه درجه الحراره العظمى. في فتره الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس ده بيكون عظمه الرطوبه ونسب الرطوبه العاليه، هتظل الاجواء مائله للحراره رطبه في معظم المحافظات، لكن هيكون معانا كمان نشاط للرياح في اغلب محافظات الجمهوريه، ونشاط الرياح ده سرعاته ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعه، ممكن يساعد بعض الشيء في الاماكن المفتوحه والمدن الجديده ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل في فترات المساء وساعات الليل، او حتى كمان نحس بقيم درجات حراره اقل. كمان في عوده لفرص سقوط الامطار في محافظات الجنوب او المناطق الموجوده في اقصى جنوب البلاد، اليوم متوقع فرص سقوط امطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من أبو سمبل وحلايب وشلاتين، والأمطار دي أمطار رعدية وقد يصاحبها كمان نشاط رياح المثير للرمال والأسلحة في الأماكن اللي هيكون فيها سقوط أمطار
على المناطق الحدودية نتيجة وجود ارتفاع الحزام المداري في المناطق الموجودة في حدود جمهورية مصر العربية. الأمطار دي مش هتكون في منها قلق زي الأمطار الماضية اللي كانت في الأسابيع الماضية، لكن لازم نخلي بالنا من تساقط الأمطار وكمان وجود الأتربة والرمال المفهوم المطارة. طبعا المحافظات الشمالية الظاهرة الجوية المؤثرة فيها هي الشبورة المائية، شبورة مائية فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأثر بانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن أيضا هي هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يعني احنا تقريبا 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتختفي، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. بصفه عامه الحمد لله الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير. طيب عظيم جدا. كمان عندنا اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، فبالتالي البحرين ايضا مؤهلين لتنفيذ اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. لحد نهايه هذا الاسبوع مش هيكون في اي ارتفاع في قيم درجات الحراره. بعد الاسبوع ده بقى هنلاقي كمان بعد الاسبوع ده ان قيم درجات الحراره بدات تتجه نحو الانخفاضات، يعني نهايات 8 بدايه شهر 9 ان شاء الله قيم درجات الحراره تنخفض. احنا هنلاقي نهايه الاسبوع عظمى على القاهره الكبرى 34 درجه مئويه. فبشكل تدريجي ان شاء الله مع بدايه ده المتوقع 9. اعتقد في الفتره دي من السنه احنا خلاص شهر 9 خلاص الصيف بيخلص. يعني بالفعل احنا خلاص تقريبا بيفصلنا عن نهايه فصل الصيف تقريبا حوالي شهر، ومن بدايات شهر 9 كمان هنلاقي ان قيم درجات الحراره بدات تنخفض، لان هيبقى في بعض المنخفضات الجويه للطبقات الجو العليا اللي هيكون معاها وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هيساعد على انخفاض قيم درجات الحراره. نسب الرطوبه كمان، ودي كانت عامل مهم جدا في احساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره، هتبدا تقل نسب الرطوبه، ويمكن كمان نبدا في شهر 9 نشوف فرص سقوط امطار في بعض المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط. ده طبعا بيبقى متوقع في شهر 9. ونسب الرطوبه برضه هتقل يا فندم في شهر 9؟ طبعا نسب الرطوبه هتقل، لان احنا المنخفض الجوي اللي هيكون موجود في طبقات الجو العليا هيبدا يوزع الرطوبه في عمود الهواء ككل، فهنبدا نشوفها على صوره سحب منخفضه ومتوسطه، فاحساسي بوجود نسب رطوبه كمان هيقل بشكل كبير ان شاء الله، فنبدا نشعر بالتحسن في احوال الجويه واحساسي بانخفاض قيم درجات الحراره مع بدايه شهر 9 باذن الله. وهنلاقي كمان البروده بشكل تدريجي بدانا نحسها في فترات الليل، يعني احنا بشكل تدريجي هنلاقي فرق في قيم درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، وبدات بعض نسمات الهواء اللطيفه او البروده نحسها في فترات الليل ده على مدار شهر 9 باذن الله. بس الفتره اللي جايه دي او مدار هذا الاسبوع نخلي بالنا برده من التعرض المباشر لاشعه الشمس، وخاصه في فتره الظهيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر، ولو احنا خارجين يفضل يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس، ومهم جدا نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده يساعد ان انا احس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل. كل الشكر لحضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في عدد من المحافظات وعدد من المدن. هنبدا من القاهره العظمى فيها 35، اما الصغرى ف 25، العاصمه الاداريه العظمى فيها 36 والصغرى 24. اسكندريه العظمى فيها 32 اما الصغرى ف 24، العلمين العظمى فيها 31 والصغرى 24، مطروح العظمى 31 والصغرى 25، دمياط العظمى 32 اما الصغرى ف 25، بورسعيد العظمى 33 والصغرى 26، اسماعيليه العظمى 36 والصغرى 24. لسه مكملين مع حضراتكم، السويس العظمى فيها 36 اما الصغرى ف 25، العريش العظمى 33 والصغرى 24، سانت كاترين العظمى فيها 33 والصغرى 18، اما طابا فالعظمى فيها 34 والصغرى 28، حلايب العظمى 36 والصغرى 28، شلاتين العظمى 39 والصغرى 30، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، اما الغردقه فالعظمى 39 والصغرى 29. هنروح الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 24، بني سويف العظمى فيها 37 والصغرى 24، الوادي الجديد العظمى فيها 42 والصغرى 28، اسيوط العظمى 39 والصغرى 26، سوهاج العظمى فيها 41 والصغرى 27، قنا العظمى فيها 43 اما الصغرى ف 27، الاقصر العظمى فيها 43 والصغرى 28، اخر حاجه اسوان العظمى فيها 44 اما الصغرى ف 29. حابين نطمن حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده، اما دلوقتي فهنرجع مره ثانيه لمصطفى ومن اتفضل. ربنا يطمنك، شكرا جزيلا لك يا محمد، شكرا جزيلا. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع ابرز واهم الاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير اللي جاي.
بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه هيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني في امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، والحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية. النهاردة تنتهي أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2024-2025 في تمام الساعة 7 مساءً وفقاً للحد الأدنى المعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، من أهمها مانشستر يونايتد مع برايتون في تمام الساعة 2:30 الظهر، ومباراة مانشستر سيتي مع إبسويتش تاون في تمام الساعة 5 عصراً، ومباراة أرسنال مع أستون فيلا في تمام 7:30 مساء. في الحقيقة النهاردة هو ذكرى رحيل فنانة عظيمة جدا قدمت عدد كبير جدا من الأدوار للسينما وللدراما المصرية، الفنانة القديرة أمينة رزق. هي واحدة من فنانات الزمن الجميل اللي وضعت بصمة استثنائية في صناعة السينما المصرية، وقدمت العديد من الأعمال الفنية اللي لسه لغاية لحظتنا دي محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمشاهد المصري بصفة خاصة. محطات فنية كتير، خلينا نشوف أبرز ما قدمت القديرة أمينة رزق من خلال هذا التقرير. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة القديرة أمينة رزق، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ظلت محفورة في وجدان المشاهد العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة. ولدت أمينة رزق في 15 من إبريل عام 1910 في مدينة طنطا، ثم انتقلت مع والدتها للعيش في القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد على إثر وفاة والدها، وكان عمرها 8 سنوات. بدأت رحلتها الفنية بالعمل في فرقة رمسيس المسرحية التي أسسها يوسف وهبي، والتحقت بالمسرح القومي عام 1943، كما عملت مشرفة فنية بالمسرح الشعبي وعضواً بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب. بلغت أعمالها السينمائية حوالي 130 فيلماً خلال 7 عقود، أولها فيلم سعاد الغجرية عام 1928، وآخرها الكلام في الممنوع عام 2000. من أبرز أعمالها السينمائية ناصر 56، الكتكات، الطوفان، العار، دماء على النيل، قيس وليلى، ودعاء الكروان. تظل الفنانة القديرة أمينة رزق واحدة من أشهر أمهات السينما العربية، بعدما برعت في تجسيد هذا الدور في العديد من الأفلام التي شاركت في بطولتها طوال مشوارها الفني المليء بالعطاء، حتى أطلق عليها لقب أم الفنانين. كان لها أيضاً بصمة واضحة في الدراما والشاشة الصغيرة، ومن أهم أعمالها التلفزيونية كوبري الأحلام، عمر بن عبد العزيز، زينات والثلاث بنات، أوبرا عايدة، وعصفور النار. كما حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وعلى أوسمة من المغرب وتونس، بالإضافة إلى شهادات التقدير والجوائز كأحسن ممثلة عن أدوارها السينمائية والمسرحية، كما حصلت على لقب الفنانة القديرة لما تركته من بصمات على الأداء التمثيلي في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون. شاركت أيضاً بالتمثيل في أغلب مسرحيات يوسف وهبي، وأصبحت إحدى الشخصيات الأساسية في المسرحيات التي قدمتها الفرقة، وأيضاً في الأفلام التي أنتجها يوسف بيك وهبي. ومن أبرز مسرحياتها التي قدمتها في السبعينيات السنيورة، والمسرحية الكوميدية إنها حقاً عائلة محترمة جداً، بالاشتراك مع فؤاد المهندس وشويكار. آخر ما قدمته على خشبة المسرح مسرحية توفيق الحكيم يا طالع الشجرة، إلى جانب الفنان أحمد فؤاد سليم. وتوفيت الفنانة أمينة رزق عام 2003 عن عمر ناهز 93 عاماً، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد صراع استمر شهرين مع المرض. امبارح مسرح يو أرينا شهد إقبال جماهيري كثيف على حفل كايروكي وتوليت، وده كان ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية. الحفل رفع شعار كامل العدد. خلينا نروح نتابع آراء الجماهير بعد الحفلة، وإيه أفضل الأغاني اللي عجبتهم في الحفلة من خلال التقرير اللي جاي. I'm
عندي مضرب تنس واو في صاد المرايه تخيل انه جيتار والناس بتغني معايا عفي الانوار بحي الجماهير بتخيل نفسي روك ستار نجم كبير. قالت لي احلى الاغاني اللي عجبتك لكايروكي؟ روما كده كده روما احسن اغنيه غناها وتوليت اللي هي المهرجان اللي لسه ما نزلش ده ونزل فاهم ده اللي ولع الدنيا. ايه رايك في العالمين واجواء مهرجان؟ طبعا تحفه والدنيا تحفه والله ومبسوطين قوي كلنا مبسوطين وزي الفل يعني. كايروكي من الفرق المختلفه عن بقيه الباندات اللي موجوده في حاليا يعني واحنا كان استنيناهم من اول الصيف نعرف الحفله بتاعتهم امتى عشان نيجي نحضرها. ايه رايك في حفله كايروكي النهارده وتوليت؟ تحفه تحفه تحفه. اكتر الاجيال اللي عجبتك وكنت متفاعل معاها؟ اغنيه توليت ما تيجي اعدي عليك وحبيبي ليه حاجه عاليه جدا. كايروكي كل حاجه بتعدي شغاله دلوقتي وساموراي. هي كانت حفله حلوه الصراحه كله بيفايب وكده فكان الموضوع حلو يعني لذيذ. اكتر اغنيه حبيتيها؟ ما تيجي عدي عليكي بتاع توليت وساموراي برضو بتاع كايروكي. لا بصراحه انا جاي لكايروكي متابعهم من زمان والحفله حلوه وجميله وبحب اغانيهم ومزيكتهم يعني مزيكا كويسه وكده. لا الحفله كانت جميله جدا والاجواء تحفه والعلامين خطيره وكل حاجه كانت حلوه قوي. الحفلات تحفه والجو جميل وطبعا اغنيه غريب في بلاد غريبه كانت احلى اغنيه النهارده في الحفله. ايه اكتر اغنيه عجبتك؟ انا نجم بس مش في السما. طيب قول لي رايك في الاجواء واجواء مدينه 10 على 10 بجد اكسبيرينس جامده جدا ولو عمل حفلة تانية كيكة هروحها فاهم؟ نفسي أحبك أحبك زمان زي العيال. قلت الأحلام وأتمنى جريت بينا أيامنا لحد ما حطيت جنب منها صورة كايروكي. مفيش شك إن الحفلات يعني مهرجان العالمين بيعملها مليانة بأذواق كتير جدا يا مان، يعني في تنوع واضح جدا، عمرو دياب لون، محمد منير لون، وصلنا كمان لكايروكي و مطربين زي ما بيقولوا كده الاندر جراوند او حفلات وسط البلد زي ما يعني المصريين عارفينها. امبارح كان حفله كايروكي وحفله توليت. عن تنوع الحفلات دي خلينا نكلم الناقد الموسيقي الاستاذ محمد شميس اللي موجود معانا على الهاتف دلوقتي. بعد التحيه استاذ محمد، بالتاكيد في تنوع كبير جدا في اذواق الموسيقى في مهرجان العالمين، بصفتك ناقد موسيقي طيب كلمني عن مفهوم التنوع ده وازاي بيلبي كل الرغبات. صباح الخير اولا عليكم وعلى كل الناس سهل. اللي بتسمعنا اهلا وسهلا. والله انا مبسوط بالدوره الجديده دي المهرجان العالمين زي ما حضرتك قلت كده عشان موضوع التنوع ده باين اصلا من الدوره اللي فاتت، بس برده كان في حته ناقصه كده اللي هي اهم نجم عندنا ما كانش موجود اللي هو عمرو دياب، فالسنه دي موجود لاول مره، فدي اهم حاجه عندنا يعني ان عندنا اهم نجمين في مشوارنا يعني الغنائي الموجود دلوقتي عمرو دياب ومحمد منير نبقوا موجودين. ولو احنا بنتكلم على الفرق الغنائيه يعني عندنا مسار اجباري، عندنا كايروكي فرقه متخصصه وفي تقديم موسيقى الروك، عندنا في الراب ويجز، حتى توليت يعني ما بحسبوش على مغنيين الراب بس وجوده ان هو بعد ما طلع ترند والناس اهتمت بيه وحبته ان هو يبقى موجود السنه دي في النسخه دي من مهرجان العالمين بالسرعه دي بيقول ان القائمين على المهرجان يعني اول باول ابديت وعارفين الناس بيحبوا ايه وبيسمعوا ايه. أيوه. وبيحاولوا يعني يلبوا رغبات الجمهور. ايوه زي شفت امبارح كايروكي والحاله الكرنفاليه اللي كانت موجوده امبارح، الشباب في التقرير احنا شايفين عمالين يتكلموا عن ساموراي وانا نجم لكن مش في السماء، يعني احنا شفنا اغاني وشفنا الحاله اللي كانوا بيقدموها امبارح، اعتقد ان كل واحد كان موجود في الحفله خارج ساتيسفايد ومستريح يعني من الحفله اللي حضرها ومبسوط. والله انا بشوف كايروكي كمان من انجح يعني هم من انجح الفنانين الموجودين دلوقتي على الساحه وبيقدروا يعملوا حالات تنوع كبيره جدا في المواضيع اللي بيقدموها، خصوصا مثلا شوف اهم اغنيه مثلا ممكن تكون نزلت السنه دي غنوها في الحفله بتاعت امبارح اللي هي قصيدة مصطفى إبراهيم اللي بتتكلم عن أحداث اللي بتحصل يعني في فلسطين طبعا، والمهرجان طبعا بيخصص حوالي 60% من دخله للقضية الفلسطينية، فدي كانت حاجة مهمة جدا وإن مصر دايما بتدعم القضية الفلسطينية مش بس بالأموال أو بالدعم السياسي والاستراتيجي، لا كمان بالفن يعني وبأصواتنا وقلوبنا كلنا معاهم. كمان أنا مبسوط من كما حالة التنوع كان لسه
ألبوم روكسي كان منزله أمير عيد، كان بيتكلم فيه عن البطل الرمادي اللي هو يعني ممكن الراجل فينا دايما متعودين عن يعني زي طيب معين كده للرجاله، ان هم دايما اقوياء دايما بيستحملوا لازم ومبارين لازم مش عارف ايه، فهو بيقدم لنا صوره رماديه شويه عن عن الراجل اللي ممكن ما يكونش مبهر، ممكن ما يكونش قد الارتباط او المسؤوليه، وبرضه نفسه يبقى يلاقي لنفسه شريك حياه. فناس بتشتغل وبتفكر وبتجدد، عشان كده لما سمعت في التقرير هتلاقي ان مش اغلب الناس مش متفقين على الاغاني اللي اكتر اغاني عجباهم، كل واحد عنده اغنيته. عشان كده هم فعلا من انجح الناس. ايوه. واحنا بندرس اعلام يا استاذ محمد كان في حاجه اسمها التارجت اودينس او الجمهور المستهدف. انا عندي حفله اللي هي حفله 80 90 اللي هي كان فيها اغاني النوستالجيا، كان حاضرها ناس ما بين الخمسين والأربعين، أصغرهم كان 30، وعندي حفلات كان حاضرها أكبرهم 30 20 لغاية 15 و16 زي حفلات امبارح. الفئات العمرية المختلفة دي إزاي نجح مهرجان العالمين إن هو يجمعها في مكان واحد ويقدم لهم ذوق موسيقي واحد ويمكن ده ما كانش موجود خلال سنوات طويلة؟ صحيح، هو ما كانش موجود الصراحة. خلينا نتكلم يعني بشكل أكثر صراحة، ما كانش موجود أصلا قبل كده يعني في المهرجانات القديمة اللي كانت حتى بتقدمها الدولة المصرية. كان عندنا دايما محكى القلعة، وقبلها كده كان حفلات ليالي التلفزيون، يعني ما كانش فيه حالة كده، أو حفلات الأوبرا يعني ما كانش فيه الحالة دي. ليالي التلفزيون برضو كان نفس الاسلوب النمطي ده، كان كان الغنى كله تقريبا شكل واحد. في السنين اللي فاتت الموضوع بقى يتغير الصراحه في المهرجانين القلعه، انا بحبه برضو جدا لانه مهرجان اسري واسعاره يعني تذاكره في المتناول الجميع، يعني وفي مهرجان العالمين برضو اسعاره متناول مناطق يعني الساحليه والناس اللي بتروح وتسافر والكلام ده، فبقى في تنوع فعلا في الموضوع ده، ودي اكتر حاجه بسطاني. لان احنا دايما لو احنا بنتكلم على مصر احنا ما عندناش مثلا مفهوم واضح لمفهوم الغنوة الشعبية، مثلا احنا عندنا غنوة شعبية في الريف غير اللي في الصعيد غير اللي في اسكندرية، فاحنا دايما يعني كبلد متنوعة الثقافات، فده الصراحة اكتر حاجة بسطاني في المهرجانين بالتحديد اللي بيقاموا في نفس الوقت. يعني ان مصر دلوقتي يعني الحمد لله يعني بنحمد ربنا القائمين على الانشطة الثقافية بيحاولوا يبرزوا قوة التنوع بتاعنا الموجود عامل ازاي. صحيح. ما بقاش عندنا تعالي في وقت يعني ما تشوف ناس نقاد او حتى مسؤولين في القبط الموسيقيين كانوا رافضين ويجز ورافضين امير عيد ورافضين توليت رافضين الراب والناس اللي بتغني شعبي، ورافضين الناس اللي بتغني مثلا كلام ممكن يكون فيه نقد اجتماعي او نقد لتصرفات الناس عشان خاطر تتحسن، فان يبقوا موجودين في مهرجانات رسميه، وكمان الحفلات اغلبها بيبقى مذيع، فدي حاجه عظيمه جدا. يعني احنا عندنا من اول عمرو دياب لحد توليت، يعني ما يعني مرورا بقى بويجز لازم نفخر ببلدنا بجد والله. يعني صحيح صحيح. شكرا ليك محمد شميس الناقد الموسيقي، شرفتنا ونورتنا، شكرا جزيلا ليك. على أرض عروس البحر المتوسط تم تدشين ماراثون مشي بمشاركة 1000 مشارك ومشاركة من كافة الأعمار وذوي الهمم بالإسكندرية، وتم تنظيم الماراثون تحت شعار أحسن صاحب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، معانا على تليفون دكتورة غادة جمال الدين مدير عام إدارة القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة. يا دكتورة غادة صباح الخير عليك. صباح النور، أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. خلينا نتعرف على تفاصيل الفعاليات اللي شهدها ماراثون أحسن صاحب. الفكرة بتاعت اسم أحسن صاحب، محافظة اسكندرية فكرت في الفكرة دي ليه؟ هي الفكرة بتاعت أحسن صاحب هي فكرة اتقدمت في الاحتفالية الرئيسية بتاعت قدرون باختلاف السنة اللي فاتت. كانت الفكرة ان احنا يعني ندعم ذوي الاحتياجات الخاصة، كان فكرة من معالي الرئيس ووزارة الشباب والرياضة والتضامن. فاحنا امبارح على كورنيش اسكندريه كان في ماراثون مشارك ب 1000 واحد من يعني الشباب الاسوياء وذوي الهمم، عشان ندعم الفكره ونقول لهم احنا جنبكم ومعاكم ومش سايبينكم وزاره الشباب والرياضه ووزاره التضامن. طب واحسن صاحب دي جت بناء على ايه؟ الجمله كلمه احسن صاحب ان هو اللي هيبقى معاه يعني يرافقه طول حياته. ايوه. ف
فهو ده المعنى بتاعه، أنه هو يفضل معاه من أول ما بدأ حياته يعني لغاية ما يفضل معاه ما يسيبوش. دي كلمة أحسن صاحب، دي كانت فكرة المبادرة نفسها أنه هو يبقى على طول ملازم. طب وعلى كده كان في أعمار مختلفة يعني أكيد ماراثون ما كانش يعني مقتصر على فئة عمرية واحدة، صحيح الكلام ده؟ لا خالص، ده كان جميع وجميع المحافظات الجمهورية، ما كانتش محافظة اسكندرية بس. كان المشاركين في الماراثون كان من جميع المحافظات كلها. طيب أكتر من جهة اشتركت في التنظيم، مين ومين ومين؟ احنا كانت جهة وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن، المؤسسة اللي بتدير المبادرة نفسها اللي هي أحسن صاحب، مؤسسة صناع الحياة والتحالف الوطني. عظيم. ياريت تكلمينا عن المؤتمر الكشف العلمي اللي نظمناه في مصر. المؤتمر الكشف العلمي يعني دي إدارة مختصة بإدارة تانية اللي هي إدارة الشباب وزارة الشباب والرياضة. أي. كان افتتاح الأسبوع اللي فات كان على مدار 5 أيام في الوزارة، وشارك فيها أكثر من 180 دولة على أرض مصر، وحدث كبير جدا يعني إحنا تشرفنا إن إحنا ننظم حدث زي ده. فخرج فعلا يعني بصورة مبهرة جدا، وكان بترشيد من السيد رئيس الوزراء ورعاية كريمة من فخامة الرئيس. طيب احنا اتكلمنا ان الماراثون شهد وجود ذوي القدرات الخاصة والشباب، فاحنا عايزين نعرف بقى هل في تسهيلات معينة لذوي القدرات الخاصة عشان يقدروا يستمتعوا بفعاليات اليوم ويقدروا يشاركوا براحتهم؟ طبعا كانت وزارة الشباب والرياضة عن طريق مديرية الشباب والرياضة بإسكندرية كانت موفرة لكل ذوي الهمم الاتوبيسات الخاصه بالنقل، المشروبات. كان في معانا متطوعين من شباب يدير شباب، دي مبادره برضو خاصه بوزاره الشباب والرياضه ومعالي الوزير بيرعاها. كان كل دولت معانا في انتظار ذوي الهمم، كان كل حاجه متسهله لهم يعني، وكنا كلنا تحت امرهم يعني من طول اليوم، وانا نفسي كنت حاضره الماراثون يعني. طب ولو رجعنا لمؤتمر الكشف العلمي بعد فوز مصر بالعضوية دي، ايه هي اهم الملفات اللي هنشتغل عليها علشان نخدم على قصة الفوز بالعضوية دي؟ والله هي يعني هو انا مش عارفه اتكلم كتير في الموضوع ده لان مش حاجة تخصني انا، بس كحركة كشفية يعني دي حاجة مهمة جدا باسم مصر، ان احنا يعني حدث زي ده يتم وكل المشاركين دول يبقوا موجودين معانا على ارض مصر. طيب فكرة وجود ماراثون لذوي القدرات الخاصة، ردود أفعال بقى المرافقين ليهم وردود أفعالهم هم كمان، وإزاي حصل تنسيق بين أكتر مبادرة؟ يعني حضرتك اتكلمتي عن إن في متطوعين من مراكز الشباب ودي كانت مبادرة موجودة بالفعل، التنسيق بين المبادرات المختلفة ده إزاي حصل؟ والله أنا أقول لحضرتك إن إحنا كان يوم الخميس بالليل كان في عندنا لقاء ختامي خاص بمشروع اللياقة البدنية بتنفذه وزارة الشباب والرياضة، وكان معالي الوزير حضره في المدينة الشبابية في اسكندرية، فكان مشارك معانا جميع المحافظات. فكانت فكرة معالي الوزير ان احنا نشارك ذوي الهمم بكل الناس على مستوى المحافظات الماراثون ده، فعشان كده كانت يعني الفكرة جت ان احنا ننفذ الماراثون ده بكل المشاركين على مستوى المحافظات. بالتأكيد يعني جهود كتير جدا بتقوم بها محافظة اسكندرية، وخصوصا فيما يتعلق باحتضان ذوي الهمم واشتراككم في مسابقات زي دي. كل الشكر ليك دكتورة غادة جمال، مدير عام إدارة القاعدة الشعبية في وزارة الشباب والرياضة. مشاهدينا الساعة دلوقتي 8 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع محمد الشاذلي، تفضل يا شاذلي. شكرا منى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وخلال الاتصال تم استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حالياً، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق. التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع نظيره من دولة توجو روبرت دوسي على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمؤتمر التيكاد في طوكيو، وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية فضلا عن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري.
أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى إتمام عملية تسجيل ونفاذ الدواء المصري إلى توجو. وزير الخارجية استعرض أيضا مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وكذلك تناول تطورات في ليبيا والأزمة في السودان. كما استعرض وزير الخارجية والهجرة جهود مصر للتوصل إلى تهدئة وقف إطلاق النار على قطاع غزة واحتواء التصعيد الجاري. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بينهم أطفال ونساء إثر قصف إسرائيلي طال أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات في قطاع غزة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة. حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لجنة من قضاة التحقيق في المحكمة على إصدار قراراتها بشكل عاجل بشأن طلبات الاعتقال التي قدمها خلال مايو الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت. ودعا المدعي العام القضاء إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن طلبه بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين على صلة بالحرب، قائلا إن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي. أكدت القوات الروسية أنها هجمت المواقع الأوكرانية بالقرب من بلدة نيويورك الأوكرانية قبل السيطرة عليها، كما شنت القوات الروسية 53 هجوما على الجبهة في بلدة بوكروفيسك بمدينة دونيتسك في جنوب شرق أوكرانيا. اتهمت الحكومة الفلبينية الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي قرب جزر متنازع عليها بين البلدين، وذلك قرب منطقة سكاربوريف. بدورها أعلنت بكين أنها اتخذت إجراءات مضادة ضد طائرات عسكرية فلبينية متهمة إياها بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي. هذا وأكدت وزارة الخارجية أن الصين ستواصل حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم، وستعارض بشدة أي عمل ينتهكها. أكدت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أن إعلان المرشح المستقل روبرت كينيدي تعليق حملته الانتخابية سيقدم دفعة للرئيس الأمريكي السابق. وأكدت حملة ترامب أن الدعم للمرشح الجمهوري سيشهد دفعة في كل ولاية متأرجحة، في حين نشرت حملة هاريس بيانا حاولت فيه استمالة المصوتين المؤيدين لكينيدي. وكان روبرت كينيدي وهو مرشح مستقل قد قرر الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترامب خلال خطاب له في فونيكس بأريزونا. وقال كينيدي إن استمراره كان يعني مساعدة المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس. أعلنت الشرطة الألمانية مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية إثر حادث طعن عشوائي نفذه رجل خلال مهرجان في مدينة سوليجن بغرب ألمانيا. وتجري الشرطة الألمانية عملية كبيرة لمحاولة العثور على المشتبه به بعد فراره. نهاية الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل. بنرحب بكم مرة تانية. امبارح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة نظموا سباق الجري والماراثون ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديد. سباق الجري وماراثون الدراجات انطلق في المدينة الترفيهية على كورنيش مدينة العالمين الجديدة. خلينا نروح ونتابع ايه اللي حصل خلال فعاليات هذا الماراثون. لسه فعاليات مهرجان العالمين الجديدة مكملة معانا، وللمرة الثانية على التوالي أكبر سباق وماراثون للدراجات والجري هينطلق من هنا من مدينة العالمين الجديدة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. عدد كبير من الشباب المشاركين سواء بالدراجات أو بالجري في أجواء جميلة جدا موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. تعالوا بينا نتابع ونشوف أكبر سباق للدراجات وللجري في مهرجان العالمين الجديدة. يلا بينا. ما
هكذا أصبحت مدينة العالمين الجديدة وجهة رياضية هامة لمختلف الفعاليات الرياضية، حيث شهدت المدينة انطلاق ماراثون الدراجات والجري ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة عدد من اللاعبين والرياضيين الذين خاضوا مسافة 6 كيلومترات ذهابا وإيابا للوصول للمراكز الأولى بالماراثون. ودلوقتي وصلنا لنهاية الماراثون الجري، أكبر ماراثون موجود النهاردة في مدينة العالمين الجديدة. أول متسابق وصل لنقطة النهاية وأول فايز بالمركز الأول، برحب بيك وعاش جدا. الله يخليك يا كوتش، تسلم، وبشكركم على التشجيع ده والدعم ليكم، كتر خيركم والله لكم. عرفنا بنفسك بس الاول، وقول لنا بقى انت جريت مسافه قد ايه، وهل دايما متعود على المشاركه في السباقات دي؟ بما انك طلعت الاول فاكيد انت متعود. طبعا يا كوتش، في الاول اعرف نفسي، انا عبد الرحمن فتحي 19 سنه، مواليد القاهره. النهارده السباق، النهارده جريت 6 كيلو الحمد لله، عملت رقم كويس جدا. وطبعا انا مش اول مره اجري، يعني الحمد لله انا في متمرس في اللعبه بقالي فتره، والحمد لله ان ربنا وفقني النهارده، وبشكر الناس كلها على التشجيع، يعني لولاك والله بعد ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا وفقني، وبشكر التنظيم، بشكر وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ومعالي رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا اصلا لعيب بال100 كيلو، حاصل عليها 4-5 مرات، وحاصل على المركز الثاني في ماراثون العالمين. النهارده الاجواء جميله بصراحه، والتنظيم احسن من رائع، وان شاء الله المره الجايه بمركز الاول. الحمد لله الاجواء جميله جدا، والجو الحمد لله النهارده لطيف جدا مع حلاوه المكان، وبسم الله ما شاء الله، يعني حاجه تحفه جدا، بسم الله ما شاء الله. الماراثون حلو، الاجواء كلها جميله، احنا خلصنا الماراثون ممكن ننزل البحر تاني، وكان ممكن ننزل قبل الماراثون في حفله بعدها، كل حاجه جميله، والتنظيم النهارده كان كويس جدا، وبجد مبسوطه بيه. ماراثون الجري جاء بمشاركة مختلف الفئات والأعمار وسط أجواء ساحرة من فرحة المواطنين وتشجيع المتسابقين، فساعدت هذه الأجواء على زيادة التنافس، وعبر المتسابقون عن سعادتهم بوجودهم على أرض مدينة العالمين الجديدة، مؤكدين مشاركتهم في الفعاليات الرياضية القادمة. لا، الماراثون تحفة بجد بجد، بيورينا المناظر كلها، ودي حاجات شرف جدا. حتى رقم كم؟ ما عدتش. بس الاجواء حلوه جدا جدا، تحفه بجد، يا ريت ما تبقاش اخر مره. يعني الاجواء، الجو جميل جدا طبعا، انت بتجري على البحر، فحاجه اجواء حلوه، في انرجي كويسه، في فايبس كويسه، في كوميونيكيت مع الناس اصلا لطيف. الجري طبعا كان متعب ده اكيد طبعا، بس الواحد جاي من رفاهيه ومستمتع، ما حسش بحاجه، والحمد لله وصلنا للفينش لاين وما قعدناش في النص. الماراثون كان جميل جدا، كان متنظم حلو قوي، والحاجات اللي في السمك الطايره كانت جميله جدا، وانا مبسوطه قوي اني كنت موجوده هنا. والله على قد ما السباق كان صعب بالنسبه لي، عشان انا كنت اخر مره كده كانت 2 كيلو كانت ولا حاجه، بس بجد الفايبس والهواء بتاع الساحل هنا ساعدني ان انا اعمل شغل حلو في الريس الحمد لله. ايه رايك في مدينه العالمين واجواء مهرجان العالمين؟ لا لا، حاجه تانية خالص، حاجه تانية. على ما بقى اسكت واطلع وبص للمباني والشمس والسماء، بقى احس ان انا عايز اجري تاني. يأتي ماراثون الجري بعد انطلاق ماراثون الدراجات منذ أيام، بمشاركة 50 من لاعبي منتخب مصر للدراجات، والذي يؤكد حرص إدارة المهرجان على إقامة الفعاليات الرياضية المختلفة ليستهدف مختلف الفئات والأعمار. محمود جميل، التلفزيون المصري. احنا لسه في اطار المنافسات الكتير الرياضيه اللي موجوده في الاجواء الصيفيه، شعلت بطوله الجمهوريه للشركات رقم 57 انطلقت، وهي بتقام فعاليتها في محافظه بورسعيد تحت رعايه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والشعله انطلقت من محافظه الاقصر ووصلت لبورسعيد. البطوله السنه دي بتحمل عنوان الاقصر عاصمه الثقافه الرياضيه العربيه، وبتستمر فعالياتها على مدار شهر سبتمبر، وحيشارك فيها 22 ألف لاعب ولاعبة ومدرب وإداري بيمثلوا 261 شركة ما بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص في 142 مسابقة للأعمار المختلفة. في الحقيقة يعني مسابقة أول مرة نشوف يعني كده الحكومة إيه على مائدة الرياضة، أو على يعني إيه أرضية واحدة في مجال رياضي. نتعرف
على تفاصيلها من خلال الأستاذ عبد الفتاح حافظ، منسق عام بطولة الجمهورية للشركات. أهلا بك يا أستاذ عبد الحافظ. أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا وسهلا مصطفى، أهلا وسهلا منا. صباح الخير يا مصر، وصباح الخير على كل مشاهدينا. صباح الفل على حضرتك. فعاليات كتير هتشهدها هذه البطولة، إزاي الحكومة المصرية نسقت لبطولة الشركات في المقام الأول؟ الحقيقة اهتمام طبعا بالغ بهذه البطولة التي تحت رقم 57، تاريخ كبير جدا لبطولة الجمهورية للشركات اللي كانت بتقام بداية في اسكندرية ثم مرورا بعدة محافظات منها المحلة، انتهاء على مدار 12 سنة بتستضيفها محافظة بورسعيد بنجاح منقطع النظير. الحقيقة السنة دي ان شاء الله احنا معانا موعد يوم 31 يوم الجمعة القادم مع حفل الافتتاح. حفل الافتتاح هيحيي هذا العام لأول مرة فرقة شركة غزل المحلة، وهيحكي أوبريت، هيحكي تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر وليس في مدينة المحلة فقط. إن شاء الله زي ما حضرتك أشرت في سياق حديثك في المقدمة، إحنا أضخم عدد من الشركات حوالي 244 شركة من جميع أنحاء الجمهورية، منها القطاع العام والقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص اللي بيشارك بقوة هذا العام. المنافسة ما بين عدد كبير من الشركات. أبرزها إيه يعني؟ حط لي أربع خمس أسماء كده يعني المصريين كلهم. طبعا الشركات زي ما حضرتك عارف، شركات الدخان ده مهم جدا، عندنا غزل المحلة، عندنا المقاولين، عندنا مصر الطيران، عندنا يعني المنافسة كبيرة جدا، بتختلف من لعبة للتانية، إنما هي المحصلة النهائية إن دي بتبقى أقوى الشركات. المنافسة يمكن محتكرة، شركة الدخان الدرع العام للبطولة منذ عدة سنوات. احنا بنتكلم في 22 ألف مشارك ما بين لاعب واداري ومجالس، رقم ضخم جدا. طب وعلى كده الالعاب هتبقى مختلفه والاعمار هتبقى مختلفه برضه؟ اكيد، احنا 142 لعبه بين رياضيه وثقافيه وكشفيه وفنيه وموسيقيه وما الى ذلك، بتستضيفها محافظه بورسعيد اعتبارا من 1/9 الى 1/10 في كل ملاعبنا، كل ملاعب مراكز الشباب، كل ملاعب الأندية الرياضية. الحقيقة في توجيه عام من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن هو مسخر وفاتح كل الملاعب لاستضافة هذه البطولة، كل الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالمجان لاستضافة هذه البطولة. توجيهات عامة من سيادته إن هو بيسخر كل الإمكانيات اللي موجودة سواء بشريه امكانيات بشريه من خلال الاخصائيين الرياضيين في مديريه الشباب والرياضه في محافظه بورسعيد. بورسعيد بتعيش فعلا مهرجان رياضي سياحي، يعني هو ده انا بعتبره سيادتك ان ده نموذج للسياحه الرياضيه او الرياضه السياحيه ايا كان المنافسه، انما كون انه يخش محافظه بورسعيد 22,000 مشارك. هو ده سؤال برضه مهم، 22,000 شخص هيخش محافظة بورسعيد، هل الطاقة الاستيعابية لفنادق محافظة بورسعيد هتستوعب؟ مش فنادق بس، أنا بتكلم على فنادق وعلى الملاعب وعلى كل المرافق، يعني هتستوعب هذا الرقم الضخم جدا؟ تمام، هو سؤال ذكي جدا، إنما برضه أحب أطمن حضرتك إن تباعا الاستضافة بتبقى تباعا، يعني احنا مقسمين البطوله لاربع اسابيع، كل اسبوع في عدد معين من اللعبات، ناس بتروح وناس بتيجي، يعني في اسبوع في 8 لعبات، في اسبوع في 13 لعبه، اللي بيخلص الرياضه بتاعته او المنافسات بتاعته بيخش غيره، عاملين يوم فاصل ما بين كل اسبوع لراحه الفرق وتغيير اماكن الاقامه والاعاشة. الحقيقه السيد محافظ بورسعيد اللواء اركان حرب محب حبشي برضو عقد اكتر من اجتماع هو السكرتير العام، وادى توجيهاته بتسخير كافه الامكانيات
يعني احنا ما بنسيبش تفصيله الا ما بنتكلم فيها. بتتزايد محافظه بورسعيد، يمكن اعتبارا من يوم الاثنين ان شاء الله المواطن البورسعيدي هيلاقي الشوارع الرئيسيه مختلف في ابهى صورها. هنلاقي فيه بنرات موجوده ترحيبا بالشركات، الشركات نفسها عامله شو كويس جدا في محافظه بورسعيد وفي الشوارع الرئيسيه واماكن الاقامه والعشاء واماكن اقامه المنافسات من ملاعب وغيرها. عندنا برضو نحب نشير ان احنا عندنا 4 ملاعب شاطئيه بتشارك في استضافه البطوله، عندنا كره يد شاطئيه، عندنا كره طايره شاطئيه، عندنا كره قدم شاطئيه، عندنا بنبتدي نقيم ملاعب في موجوده على شاطئ بورسعيد لاستضافه هذه الرياضات الثلاثه. الحقيقه كل سنه بتتوسع اداره او القائمين على الاتحاد العام برئاسه الدكتور محمد عثمان هارون رئيس مجلس الاداره الاتحاد العام الرياضي للشركات، ومعاه الدينامو الدكتور احمد اسماعيل نائب الرئيس، والمستشار اسماعيل عبد الحكم سكرتير عام الاتحاد. الحقيقه بنوجه لهم كل التحيه لانه بيقوموا بدور، يعني يمكن في خليه نحل موجوده دلوقتي في القاهره وفي خليه نحل موجوده في محافظه بورسعيد، كل بيلعب دوره، الى ان نلتقي بقى ان شاء الله كده في اللجنه العليا باذن الله، والكفاءات اللي موجوده والخبرات اللي موجوده اللي بتدير البطوله كلها من الاسماء المشهوره في اداره البطولات المحليه والقاريه. ان شاء الله نلتقي باذن الله قبل البطوله بثلاث ايام عشان نستكمل استعداداتنا سواء على الصعيد التنفيذي في محافظه بورسعيد، على صعيد وزاره الشباب والرياضه ممثله في مديريه الشباب والرياضه وكافه الهيئات التابعه، على الصعيد زي ما اشرت لحضرتك الاتحاد العام الرياضي للشركات. أكيد فكرة العدالة الرياضية إن انطلاق الشعلة من محافظات الصعيد وصولا لمكان إقامة البطولة في محافظة ساحلية، التوزيع الفكرة جات إزاي إن إحنا نتحرك من مكان ونروح مكان من الجنوب لمحافظة ساحلية؟ وحضرتك كل سنة بيتم اختيار مدينة ما أو محافظة ما، السنة دي وقع الاختيار على مدينة الأقصر باعتبارها عاصمة الثقافة الثقافية، وبرضه هي بتتسلم من راية من محافظة بورسعيد اللي كانت بتحمل هذا اللقب خلال السنوات الماضية. ما بنتجاهلش أبدا، بالعكس انطلاقها من مدينة سياحية وتمثل ركيزه من ركائز محافظات الصعيد وابناء الجنوب باعتبارهم ممثلين ايضا في المشاركه في هذه البطوله كلاعبين ومشاركين. انطلقت الشعله بالامس من محافظه الاقصر، وان شاء الله هي في طريقها حاليا مرورا بمحافظات الصعيد السته ثم القاهره ثم الدلتا وصولا لمحافظه بورسعيد ان شاء الله يوم 31 عشان تغطي كل محافظات مصر. وزي ما حضرتك اشرت كده كل سياخذ نصيبه من المشاركه في هذه الشعله او في هذه البطوله، بطوله الجمهوريه، سواء بمرور الشعله او بالمشاركه او بالتمثيل في هذه المنافسات الرياضيه اللي بيحرص كل الشركات تقريبا عدد ضخم جدا زي ما قلنا في بدايه الحوار 244 شركه، عدد ضخم جدا وعدد لازم نقف قدامه، ان بنشجع الدوله بتشجع الحكومه المصريه بتشجع رياضه الشركات. على فكره داخل هذه الشركات او داخل المشاركين ال 22,000 اللي احنا بنتكلم فيهم دول في ابطال مصر بيحرصوا ان هم يشاركوا في هذه المنافسات، وبتسعد بورسعيد يمكن باستضافه هذه النجوم اللي بيلاقوا حفاوه خاصه من جماهير بورسعيد اللي بتروح وبتسعد بان تشجعهم في اماكن اقامه البطوله. صحيح، بنشكرك الاستاذ عبد الفتاح حافظ
منسق عن بطولة الجمهورية للشركات بالتحديد 22,000 شخص بيشاركوا في بطولة بتجمع يعني شركات الحكومة المصرية. أعتقد فعالية رياضية مهمة جدا يا منى. أكيد كلامنا عن الرياضة مخلص. دلوقتي هنروح لمحمد الشاذلي عنده كلام كتير صحيح. جدا في الرياضة يا محمد. شكرا ليك يا منى وشكرا مصطفى. بكل تأكيد عندنا طبعا أخبار رياضية سواء كانت محلية أو عالمية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وأبرز الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. هنبدأ طبعا من أخبار المنتخب لكرة القدم. الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أعلن قائمة الفريق هتضم 27 لاعب وده طبعا استعدادا للمعسكر اللي هينطلق يوم 28 أغسطس الجاري لحد 10 سبتمبر. هيتلعب فيه مباراتين مهمين كاب فيردي وبتسوانا هيكونوا يوم 6 ويوم 10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب. المنتخب لكرة الطائرة للناشئين أدى مباراتين وديتين مع منتخب بورتوريكو فاز في المباراة الأولى بأربع أشواط وفي الثانية بثلاث أشواط في المباراتين طبعا اللي أقيموا على الصالة المغطاة بالعاصمة صوفيا. لاعبو منتخب مصر ببعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات المشاركة في بطولة العالم للجامعات في مدينة كوناس ليتوانيا سيطر على منصة التتويج بمنافسات الفرق وحصد معتز وائل وزينة مصطفى الميدالية الذهبية بينما حصل مصطفى عمرو وسالي أحمد على الميدالية البرونزية. نادي الخلود السعودي أعلن تعاقده مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج ده طبعا خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي. اتفقت إدارة نادي الخلود السعودي مع الأهلي على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم بقيمة 500,000 دولار. باير ليفركوزن فاز على فريق بروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب بروسيا بارك في انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني 2024-2025. فريق باريس سان جيرمان حقق فوز كبير على فريق مونبلييه بنتيجة 6-0 في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي واللي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء. بيحتل باريس سان جيرمان صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 6 نقاط بينما يأتي فريق مونبلييه في المركز 11 برصيد نقطة واحدة. نادي برشلونة الإسباني أعلن التوقيع عقد مع الموهبة الشابة باو فيكتور وقع اللاعب طبعا على عقد مع الفريق الكتالوني حتى عام 2029. أما نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فأعلن عودة اللاعب الألماني الكاي جوندوجان لصفوفه من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من برشلونة الإسباني وقع اللاعب على عقد لمدة سنة واحدة. كده خلصت أخبارنا الرياضية. هنروح لفاصل ونرجع من بعد ونستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد. في دراسة أمريكية بتقول إن الإفراط في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ممكن يكون بيتسبب في إعاقة للأطفال عن تكوين صداقات حقيقية في الفصول الدراسية. مش بس كده، كمان يمكن لما بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كتير ده بيؤدي لمجموعة من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والجسدية. خلينا نحلل ده بشكل يعني علمي ودقيق ونقول المزايا منا ونقول العيوب. نقول ان احنا خلال العشرين سنة اللي فاتوا بقى عندنا جوجل وبقى عندنا يوتيوب وبقى عندنا وسائل تعلم تكنولوجية وبقى عندنا طرق ان احنا نكلم كل جنسيات العالم وده يمكن بيحصل مع اطفالنا اللي ليهم اصدقاء من اقصى الشرق لاقصى الغرب من اسيا ومن اوروبا ومن استراليا. ولكن في النهاية هل هم بنفس النشاط الذهني بتاعنا؟ هل هم بنفس السلوك الاجتماعي اللي احنا كنا فيه؟ رحبوا معنا بالدكتورة منال حمادة أخصائي تعديل السلوك بجامعة عين شمس. هنتكلم معاها عن كل هذه التفاصيل. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم. في البداية ولادنا النهاردة عندهم إدمان على السوشيال ميديا، التيك توك فيديوهاته، الريلز، الشورتس، الفيديوهات القصيرة، هي دي بقت منبع المعلومات بالنسبة لجيل كامل. تأثير ده على أطفالنا في هذا الجيل يبقى عامل إزاي من فيما يتعلق بالسلوك أو النشاط الاجتماعي؟
احنا خلينا نتكلم الاول على تاثيرها على الطفل عامه او الكبير او الصغير بشكل عام. اولا السوشيال ميديا وان احنا بنبقى متواصلين بيها على طول او مستمرين في التعامل معاها لوقت كبير، ده ممكن بيأثر علينا ان كنفسيا بيدخلنا في مراحل الادمان. وثلاث ارباع الناس دلوقتي اذا ما كانش كلهم الا من رحم ربي بقى مدمن للسوشيال ميديا كبير وصغير. طب احنا بيأثر علينا ايه لما بنبقى ادمان؟ احنا عندنا ماده اسمها ماده الادمانين، دي الهرمون الخاص بالسعاده والرضا. فهتلاقي دايما احنا عندنا تاهب ان جاي لك لايك، بتجري بسرعه تتفرج اللايك، بتضحك وبتنبسط. طب جالك اي حاجه ثانيه، انت عملت مثلا فيديوز وحصل له شير، ده شير وده شير، فبتبقى دايما الدماغ عندها حاله تاهب ان هي بيجي لها اشاره بالسعاده، فما بقاش كل السعاده. احنا بقى في وقت دايما يعني مفيش رضا، وما بقاش دي او الاشعارات دي بالزبط. هي بقت اشعارات السعاده الحقيقيه؟ لا مش الحقيقيه، بس بقت تدي للدماغ اوردر ان انا سعيد حتى لو السعاده دي مزيفه. صحيح. مش حقيقيه. فابتدينا نشوف بسبب الادمان للسوشيال ميديا عندنا امراض تانية، بقى الاكتئاب، بقى القلق، بقى التوتر، بقى عدم الرضا عن النفس، والارق. والأرق ما هو التوتر من ضمن كمان ان انت بيبقى عندك أرق، دي مشاكل تانية بقى صحية، ان احنا بندخل في عدم النوم، عدم التغذية كويسة، عدم الرياضة، وكل ده بيصيب كبير وصغير. المشكلة ان احنا في الفترة الأخيرة بقى عندنا احصائيات ان كمان الأطفال من سن سنتين لسن 9 سنين ابتدينا نشوف مراحل اكتئاب، وده ما كانش بيبقى موجود عند الأطفال في السن ده. ليه؟ لان بقى 3/4 الوقت ماما عايزة تخلص من زنه، عايزة تخلص من ان هي بتعمل حاجاتها، بابا مش عايز، دوشة بيشتغل، اديله الموبايل. لا ده كان زمان، دلوقتي بياخدوا الموبايل ويزنوا برضه. ده الابديت الجديد، بطلنا المرحله اللطيفه دي، ده الابديت الجديد. فبالتالي بقى دايما قاعد على الموبايل، ده يؤدي على ايه بقى نفسيا؟ احنا خلاص قلنا نفسيا. دخلنا بقى في الصحه او في الحاله الجسديه، بقى عندنا مشاكل في العين، مشاكل في الظهر، بقى في تقوس في الظهر عند الاولاد، في تيبس في بعض الفقرات او في بعض المفاصل، ده بسبب انه بيقعد فتره كبيره ما بيتحركش. وخلانا نوصل بقى للمرحله اللي انتوا بتتكلموا عليها دي، العزله الاجتماعيه، ان بقى خلاص هو منساق في الموبايل، ما بقاش عندنا اصحاب زي زمان، ما بقيناش بنخرج، بقينا بيبقى زي بالظبط بيديني احساس ان الولد عنده توحد او عنده طفل توحد، هو اصلا ما عندوش توحد، هو بقى عنده انعزال بسبب الموبايل. اقول لحضرتك حاجه، على مدار سنين طويل جدا كان في لعب بيتوارثها المصريين جيل بعد جيل ولم تتغير، الاستغمايه، اللي مش عارف، بقتش موجودة، الحبل، نط الحبل، الحاجات اللي كنا بنشوفها واحنا اطفال واجدادنا وابهاتنا كانوا. هل الكلام ده موجود دلوقتي؟ لا طبعا مش زي الاول خالص، حتى البازلز والالعاب الميكانو والكلام ده كله ما بقاش موجود زي الاول. بس في بيوت عندهم ادراك ان ما ينفعش دايما الطفل يبقى قاعد ماسك السوشيال ميديا او ماسك الموبايل او ماسك التاب ايا كان نوعه، ما ينفعش ابدا ان انا اسيبه فتره كبيره قاعد عليه. ده بيبقى عندنا مشكله في البيت، مشكله في الاسره، المفروض نبقى في تقنين وترشيد للاستهلاك الموبايل او ايا كان اللي في ايده. ده بيؤدي ايه؟ ان احنا ما بقيناش دلوقتي عندنا اصحاب في المدارس زي ما حضرتك بتتكلم، ان الطفل ما بقاش ليه صداقات حقيقيه، بقى كله في عالم افتراضي. بس بقى بنلاقي ولادي دكتوره عندهم اصحابهم مش في الحياه كده، لما يتقابلوا ما يعرفوش يتكلموا. تمام. يعني هم في المدرسه ما بيعرفوش يتكلموا، لأني ما بيعرفوش يفتحوا توبكس مع بعض، لكن وهم قاعدين على السوشيال ميديا اعرفي بقى خدي التليفون ولا البلاي ستيشن ولا اي حاجه منه، لاني ما عندوش ان احنا نبقى قاعدين فيس تو فيس نتكلم مع بعض. ما بقاش عنده الثقه بالنفس، دايما حاسس بعدم ثقته بنفسه، هو من ورا الموبايل محدش شايفه، محتاج حاجه محدش شايفه. فبيتكلم براحته، بيبقى عنده ان هو يعمل اي حاجه من غير ما حد يشوفه، لكن فيس تو فيس ان انا اقعد اتكلم معاكي كحوار هلاقي نفسي انا ضعيف فيه، فبالتالي خايف ان انا اطلع بصوره مش كويسه قدامك. ده كبير. لكن الاطفال انا دلوقتي بقت عندي في الموبايل انا ليدرز في كل حاجه. طب لكن انا دلوقتي لما اجي ابقى مجموعه ممكن ما ابقاش ليدر، فبالتالي بهرب منها، ممكن يتنمروا عليا فبهرب منها. كل ده محتاج ان احنا نعمل له تعديل وترشيد لحاجات معينه للاطفال بالذات السن الصغير. طب حضرتك قلتي حاجه، قلتي ان في اسر واعيه لفكره انه ما يبقاش الوضع الالكتروني السوشيال ميديا وغيرها هي المسيطره على البيت. لفتره ما كان في ناس كتير بتحاول وتجاهد في القصه دي، يمكن العدد ابتدى يقل لان الاهالي ابتدت تقلق.
هم بيضعفوا قدرات ولادهم التكنولوجية؟ هل مع وجود بقى حاجات زي المبادرات الكتير من المدارس الإلكترونية وغيرها اللي هي بتعلم الولاد البرمجة وغيرها، هم بيبقوا قلقانين لحسن الناس التانية تاخد حاجات وولادهم مش واخدين؟ ما هو في فرق بين أني أنا أسيب ابني عارف بيشتغل في ايه وبينتج في ايه، يعني زي التحول الرقمي، انا المفروض ان انا بتعلم البرمجه، بتعلم ان ازاي اشتغل على الكمبيوتر، اشتغل على الموبايل بالطريقه اللي تناسب وتقوي مش تضعف. لكن ان انا اسيبه 24 ساعه على لعبه ايا كان اسمها، طب ما ده بتضرني. ما هيقول لك انا بطورها، انا ببرمجها، انا بعمل سكريبت جديد، انا بيبان. بعمل فيز. لا لا لا، بيبان اذا كان الطفل بيكذب ولا اذا كان الطفل بيتكلم بجد. ده ممكن يخلق عادات كذب عند الولاد عشان يقدروا طبعاً يقعدوا فتره طويله ويقدروا. ما انا دلوقتي لما همنعه منه ممكن يكذب، بس انا لو في تفاهم بين الام وبين الاب بلغه حوار بينها وبين ابنها او بينها وبين بنتها، هيعرفوا ايه مدى خطوره ده، ايه الحاجه الكويسه فيه وايه اضراره. يعني انا اخد منفعته واسيب اللي بيضره. ده بيبقى بسبب ان انا في حوار بيني وبين الاب وبين الام، مش هسيبه ياخد كل حاجه من على الموبايل. طيب مهارات الذكاء الاجتماعي اللي هي بتعد اهم عنصر من عناصر القبول في اي عمل او القبول في اي مجتمع، في الاطفال ولا في الكبار؟ انا يعني بتكلم دلوقتي على الاطفال. تمام. احنا اتعلمناها لان احنا كنا جيل ورا جيل اتكلمنا وخرجنا وفهمنا وغلطنا وعملنا حاجات التجربة. صح، وعملنا التجربة. النهاردة دي ما بقتش موجودة، وبقى يندر ان احنا بنشوف حتى الاطفال في التجمعات العائلية كلهم قاعدين ماسكين الموبايلات. تمام. ده بجد الموضوع وصل لمرحلة ان ما بقاش في نوع من انواع الحوار. طب ما انت بتبقى ماسك الموبايل. بالظبط. انا لسه حضرتك يا دكتورة القدوة. القدوة، انت دلوقتي قدوة لابنك وقدوة لبنتك، هو شايفك بتطلع من الشغل ترجع ماسك الموبايل 24 ساعة، حتى لغة الحوار بين الاب وبين الام بقت مفقودة، دي ماسكة موبايلها وممكن تكون بتضحك مع اي حد تاني، ومعانا احنا الاثنين في بينا وبين بعض بوز لا كبير. وهي وجوزها، هي والاب والام بيبعتوا لبعض ريلز ويضحكوا، ولكن واحنا دي لا لا، دي بقى لو في علاقه ود بينهم هما الاثنين، وده بيبعت لده وده بيبعت لده. لكن الطفل حساس جدا على طول. لا لا، في الطفل مشكلته ان هو في السن الصغير بيتعلم من الاب والام عن طريق السمع والنظر. صحيح. مش عن طريق السمع بس، انت ممكن تتكلم من هنا لبكره وبيشوفهم بيعملوا ايه، من هنا لبكره مش هيقتنع. ده حقيقي. لكن اللي انت بتعمله هو بيعمله. طب انت هتقول له ما تمسكش الموبايل وانت ماسكه، ما تقعدش على اللعبه دي، خطر عليك وانت بتلعبها. طب انت بتكذب وهو بيكذب، ما انت هو مرايه لكل اللي انت بتعمله. فيبقى علشان خاطر اقلل ده، انا نفسي لازم اكون في عندي ليميت معين للاستخدام. في مقوله حلوه جدا للفنان محمد صبحي، بيقول ايه؟ لما حبينا نربي اولادنا فوجئنا ان احنا بنربي انفسنا. هو فعلا احنا عشان نربي الطفل لازم انا اكون عندي كل الاساسيات اللي لما اديها له تكون موجوده عندي، لان هو هيشوفها. فبالتالي هيتشوف مني وهيقلد. ده بالنسبه للاطفال. الدراسات رصدت ايه فيما يتعلق بالتنمر، بالتوحد، بكل الامراض النفسيه اللي بتصيب الجيل ده؟ هل في ارقام؟ هل في احصائيات؟ خلينا نذكر بس ان التوحد والاوتيزم ده ملوش دعوه بالموبايل، لان دي دراسه مش مظبوطه. تمام. دي خليها على جنب. اللي بيربط بين ده وبين ده والناس بتتلخبط فيه، ان بعض السمات اللي بتحصل بسبب الوجود على الموبايل موجوده في التوحد، بس مش هو ده بعيد خالص. لا، هم بيسموها حالات من التوحد. لا، هي الوحده ملهاش دعوه، يعني لان في ناس بتشخص من غير ما تكون عندها الباك جراوند كامل عن الحاله اللي قدامها، وده ما ينفعش. احنا عندنا الطفل لما بيقعد على الموبايل فترات كبيره هو بيعده بيتعود على انه يبقى ياخد جنب، العزله، ان ما بيبقاش انت لو ناديتيه مش هيسمعك. ده مش معناه ان هو عنده اوتيزم او امراض توحد، طفل توحد، لا، ده من التركيز القوي في الموبايل اللي قدامه بيخليه ما بيسمعكيش او مش عايز يرد عليك. دي بقى حاجه ثانيه. طيب دي حاجه ثانيه، دي ممكن يكون مش عايز، زعلان من ماما او في حاجه، بس طبعا لازم يرد، لان احنا كدين وكتربيه لازم احنا بنرد. ما فيش حاجه كده. الوارد يبقوا قلقانين انك تبقي يعني مثلا عامله سكرين تايم او وقت مخصص للشاشه، فمش عايز يرد عشان يكسب ياخد التايم بتاعه، ياخد التايم بتاعه. دي برده من ان احنا ما بنقننش بالظبط. لازم يكون في اتفاق، ولو ماما ناديتك ترد، هدي لك بديل. يعني ما هو انا ممكن اكون عامله له تايم ساعه، طب انا هستخدم الساعه، هات وحط وخد وادي. طب ما راحت الساعه بتاعته، ما برضو ده مش عدل. أيوة. يبقى الساعه بتاعته المفروض انها بتاعته، انا خدت منك 5 دقايق هديهم لك.
فبالتالي هو هيتعلم ان ماما صادقه ادتني الساعه كامله، يبقى بالتالي لما انا اجي اقوم اعمل اي حاجه هاخد بديل التايم اللي ضاعني. خلينا نرجع للدراسات، هل في حصلت في الدراسات في الغرب او عندنا في مصر؟ في دراسات امريكيه وفي دراسات في كل مكان. قالوا ايه تحديدا فيما يتعلق بالجيل ده؟ الطفل من سن زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان الطفل من سن سنتين الى 8-9 سنين ابتدى نجد عنده حالات اكتئاب بسبب ايه؟ بسبب العزله الكتيره اللي على الموبايل، وسبب التنمر الزايد اللي موجود دلوقتي زي ما كنا بنتكلم شويه عن التنمر، لان اكتر حاجه ممكن تقلل ثقه الطفل في نفسه ان يبقى التنمر ده كمان من داخل الاسره، ان بتصفه بحاجات مش موجوده فيه. فبدليل بيبدا بقى هو ايه؟ لما مثلا انا قلت له انت غبي انت غبي انت غبي، هو مش غبي، هيبدا يعمل ايه؟ مش انا غبي، انا غبي، مش انا فيا مشكله، انا فيا المشكله دي. ليه؟ لاني انا دايما بصفه بالصفه اللي مش موجوده فيه، وهو حاسس انه مظلوم، يبقى من الاخر هيعمل ايه؟ هو ده اللي عندي. طيب في بعض الاحيان عايزه اعرف، ممكن اللعبه تكون زي ما هي بتضعف من شخصيه ولاد بتقوي شخصيه ولاد؟ يعني حد من الولاد يكون عنده اعاقه ما، مش قادر يجري مثلا، يتحرك كويس، يلعب، يشوف حتى كويس، ايا كان نوع الاعاقه. في بعض الالعاب بتخلي شخص ما مش قادر يتحرك كويس، لكن في اللعبه لهلوب عمال يطلع وينزل وينط وبيحرز فيها نجاحات. دي حالات طفل مش قادر يشوف كويس، ولكن من عن طريق الابلكيشنز الناطقه هو بيبقى بيتوصف له وشايف وحاسس وبتاع. فهل ده بتخلق نوع من انواع الدعم النفسي او الاكتفاء الذاتي اللي بيبقى؟ ممكن اضيف حاجه، لو هتشوفي اكتر الاطفال المدمنين على الالعاب الالكترونيه وزنهم زايد طبعا، حركتهم رشيقه جدا في ملعب الكوره او في التنطيط او في الجري او في البابجي، لكن هم في الحقيقه ده بقى نوع من انواع التعويض او لا، ده اللي احنا قلنا عليه، ما هو الزوزان الزازه او السمنه المفرطه، ده بسبب ان هو قاعد 24 ساعه ما بيتحركش. فين الحركه اللي تقلل الوزن؟ بيتحرك على السكرين اون سكرين. لا دي مش حركه، دي مش حركة. احنا كبير ممكن يحصل له جلطات بسبب ان هو دايما قاعد على الموبايل ما بيتحركش، لان الدورة الدموية ربنا خلقنا لازم بالحركة مش بالقعدة. فالطفل اللي عنده سمنة مفرطة ده مشكلة ان هو يتشال منه الموبايل اولى علشان ينزل الرياضة. لازم نخلق للطفل في السن ده مجال اخر غير الموبايل، وده اللي هيخليه يسيب الموبايل. انا دلوقتي الطفل لما هيلاقي انه بينزل كشافه مثلا زي زمان اما كان بيبقى عندنا كشافه، المعسكرات الصيفيه، البازل، ان ينزل المكتبه يدور على حاجات معينه هو عايزها، قصور الثقافه، كل ده هيخرج الطفل من العمر الافتراضي او العالم الافتراضي بتاعه او العزله الاجتماعيه للنشاط. احنا محتاجين الطفل في السن ده يبقى فيه مشاركه اكتر ما منها مشاركه فعليه، مش مشاركه افتراضيه. ايوه. طيب نقدر نقلل استخدام التكنولوجيا ازاي وفي نفس الوقت ما نبعدش الولاد عن التراك، لان كل حاجه ماشيه حوالينا بالتكنولوجيا؟ بترشيد الاستهلاك وبالاتفاق بين بابا وماما بمواعيد محدده، انت ليك ساعتين في يوم اختارهم. ماما لا، ساعتين قليلين. ما هو الساعتين دي مش هترضى، مش هيرضيه، فممكن باتفاق الساعتين يبقوا ثلاثة، بس ما نسمحش باكتر من كده. كل نص ساعة قوم اتحرك وكمل. مش لازم بيبقى السوشيال ميديا على الموبايل انا قاعد 24 ساعة بس، لا، لازم يكون في مسافة، في تلفزيون، في بلاي ستيشن، في ان احنا نلعب العاب يدوية، في المشاركة بقى بين الاب وبين الام. يبقى في فترة احنا قاعدين بالليل احنا افتقدناها تماما. كنا زمان لما بابا يجي من الشغل يبقى عندنا الفترة اللي احنا بنقعد فيها دومنا وكوتشينا والحاجات دي موجودة، او قاعدين نتفرج مع بعض على التلفزيون، حتى على العشاء. فين النهاردة الأسرة امتى بتجتمع على مائدة واحدة؟ بالتأكيد كل دي حاجات امراض وصلت في عصرنا الحالي، سببها هو وصول التكنولوجيا، انشغال اكتر. مش هنتهم الموبايل في كل حاجة يا جماعة، المشكلة ان احنا كبنجري ورا المعيشة والمطلوب مننا بقى عندنا استرس قوي في حاجات تانية. صحيح. بس ولادنا ما لهمش دعم. صحيح. احنا محتاجين نعدل سلوكنا في هذا الشأن. بالتأكيد في كلام كتير جدا ودراسات كتير جدا اتعملت على السوشيال ميديا وعلى وسائل التكنولوجيا وعلى البلاي ستيشن وعلى كل الألعاب اللي خدت جيلنا في حتة تانية. فيها مميزات؟ فيها مميزات ما بننكرهاش، ولكن فيها عيوب سلوكية بالتأكيد يوم بعد يوم بتتكشف لينا في أولادنا. بنشكرك دكتورة منى الحمادة، أخصائي تعديل السلوك في جامعة عين شمس، نورتنا وشرفتنا وكلمتي معانا عن كل هذه المحاور. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الساعة دلوقتي 9 بتوقيت القاهرة، معادنا مع موجز الأهم الأنباء مع محمد الشاذلي. تفضل يا شاذلي.
شكرا منا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، وموجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار في غزة يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة وإيلات توسع نطاق الصراع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الأمريكي جو بايدن. وخلال الاتصال تم استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي جلسة مشاورات سياسية مع نظيرته اليابانية يوكو كامي كاوا. هذه المشاورات جاءت على هامش فعاليات مؤتمر اتيكاد في العاصمة طوكيو. قالت كاميكاوا إن بلادها تتابع بقلق شديد ما يحدث في غزة، وحرصت على الاستماع لتقييم الوزير عبد العاطي لآخر مستجدات جهود الوساطة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، معربة عن تطلع اليابان للمساهمة بفعالية في جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بينهم أطفال ونساء إثر قصف إسرائيلي طال أحياء مختلفة من مدينة خان يونس وشمال مخيم النصيرات في قطاع غزة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية برفقة عدد كبير من الأليات العسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة. حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لجنة من قضاة التحقيق في المحكمة على إصدار قراراتها بشكل عاجل بشأن طلبات الاعتقال التي قدمها خلال مايو الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت. هذا ودعا المدعي العام القضاة إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن طلبه إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين على صلة بالحرب، قائلا إن المحكمة تتمتع بالاختصاص القضائي. أكدت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أن إعلان المرشح المستقل روبرت كينيدي تعليق حملته الانتخابية سيقدم دفعة للرئيس الأمريكي السابق خاصة في الولايات المتأرجحة. يأتي هذا في حين نشرت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بيانا حاولت فيه استمالة المصوتين المؤيدين لكينيدي. وكان روبرت كينيدي هو مرشح مستقل قد قرر الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم ترامب خلال خطاب له في فينيكس بأريزونا، وعزى كينيدي قراره إلى أن استمراره كان يعني مساعدة هاريس. أعلنت الشرطة الألمانية مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية إثر حادث طعن عشوائي نفذه رجل خلال مهرجان في مدينة زوليجين بغرب ألمانيا. وتجري الشرطة الألمانية عملية كبيرة لمحاولة العثور على المشتبه به بعد فراره. أعربت وزارة الخارجية الكورية الشمالية عن قلقها الشديد ونددت بشدة بالخطة الاستراتيجية النووية المعدلة التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام. هذا وأكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن جهود الدول الأخرى ذات السيادة لتعزيز قدراتها الدفاعية للتعامل مع التهديد النووي المتزايد من الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون ذريعة لحشد أسلحتها النووية لتعديل الوضع النووي على نحو عدواني ومستفز، مؤكدة أن كوريا الديمقراطية الشعبية ستمضي قدما في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بقوة عن سيادة أراضيها ومصالحها الأمنية. اتهمت الحكومة الفلبينية الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي، وذلك قرب جزر متنازع عليها بين البلدين قرب منطقة سكاربوريف. بدورها أعلنت بكين أنها اتخذت إجراءات مضادة ضد طائرات عسكرية فلبينية متهمة إياها بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي. أكدت وزارة الخارجية أن الصين ستواصل حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم، وستعارض بشدة أي عمل ينتهكها. okay.
نهاية الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل. بنرحب بكم من جديد. في الحقيقة المبادرات اللي قدمتها الدولة المصرية من 2014 لغاية دلوقتي لا حصر لها ولا عدد لها. تهتم أحيانا بفئة زي فئة النساء فيكون في حملات للكشف عن أورام الثدي، تهتم أحيانا أخرى بمجمل المحافظات المصرية فتنتشر في ربوع المحافظات المصرية، تهتم أحيانا بمرض معين زي فيروس سي فنوصل ان منظمه الصحه العالميه تتكلم عننا وتقول ان احنا افضل دوله في العالم حققت معدلات علاج على مستوى العالم في هذا الفيروس. النهارده عندنا مبادره جديده من وزاره الصحه، ولكنها مبادره محدده الوقت، مبادره اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف محافظات الجمهوريه، والمبادره دي اعلنت عن تقديم اكثر من 35 مليون خدمه طبيه من خلال حمله بتسمى حمله 100 يوم صحة منذ إطلاقها أو إعلانها على يد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في النسخة الثانية في يوليو 2024، ده لغاية مساء الخميس 22 أغسطس. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة اللي منورنا وشرفنا، بنسعد بوجودك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، بداية 100 يوم صحة، خلينا نتكلم عن التصنيف والتعريف بتاع 100 يوم صحة. 100 يوم صحة فيها صحة وفيها 100 يوم. طيب. يبقى احنا محتاجين نعرف ماذا نقصد بالصحة وليه 100 يوم. الصحة زي ما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي. يبقى احنا هنا مش بنتكلم على فقط علاج أمراض ولا فقط الوقاية من الأمراض، لكن احنا بنتكلم على الصحة بمفهومها العام وهو كمال بدني ونفسي واجتماعي. بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الصحة أطلقت هذه المبادرة عشان نعمل الصحة دي في فترة زمنية محددة اللي هي 100 يوم. طب دي عبارة عن إيه؟ كل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين يتم تكثيفها في 100 يوم. يعني لو كنا بنقدم خدمات التطعيمات في الفترة الصباحية في وحدات الرعاية الأساسية من الساعة 9 صباحا للساعة 2 أو 3، لا احنا هنقدم خدمات التطعيمات في 100 يوم دولت من 9 صباحا ل9 مساء. ومش بس كده، هيبقى عندنا حملات طرق، او عندنا فعليا لانه المبادره بقى لها 22 يوم في نسختها الثانيه، عندنا حملات لطرق الابواب، بنخبط على الناس بناء على الداتا اللي عندنا، مين اللي عنده اطفال، وبنقول له حضرتك طعمت ولادك ولا لا، بنروح لهم البيوت. بنروح البيوت. وبالتالي طب هل الخدمه دي كانت موجوده؟ كانت موجوده، لكن احنا بنكثف هذه الخدمات وبنزود معدل تقديم الخدمات في فترة زمنية. طب الدولة المصرية عايزة إيه من تكثيف خدمات وزارة الصحة في 100 يوم؟ هل في هدف حكومي معين؟ هل في هدف وزارة الصحة عايزة؟ في هدف شامل وعام، وهو ما أطلقه السيد الرئيس حياة كريمة. أنا عايز المواطن يعيش حياة كريمة. كويس. عشان تعيش حياة كريمة يبقى لازم تبقى صحيح البدن، صحيح النفس، صحيح اجتماعيا في علاقتك بالآخرين. وبالتالي الهدف الأعم والأشمل للدولة المصرية هي الوصول لحياة كريمة لمواطنيها. طب أنا لما أجي في 100 يوم وكثف الخدمات الصحية، أنا كده بحقق جزء كبير من الحياة الكريمة وهو توفير الصحة للمواطنين، لأني مش بتكلم بس على العلاج زي وده جزء مهم في مبادرة 100 يوم صحة، وهي مبادرة سيد رئيس القضاء على قوائم الانتظار مثلا في التدخلات الجراحية. أنا شغال على ده، وفي نفس الوقت شغال على الصحة النفسية من خلال مبادرات الصحة النفسية المتعددة. ال 14 مبادرة اللي اطلقها السيد الرئيس بيتم تكثيف العمل بيها، الطب الوقائي، وفي نفس الوقت جزء كتير من الصحة الأكل الصحي، المية اللي فيها خصائص صحية مطلوبة، وبالتالي التفتيش على مآخذ المياه ومحطات المياه، التفتيش على المطاعم، على أماكن تخدين الطعام، العاملين في تقديم الطعام،
كل ده جزء من المبادرة. ناقلات الأمراض، الحشرات، الأماكن اللي بينتشر فيها القمامة وبيتكاثر فيها نواقل الأمراض، التفتيش على ده والتفتيش على، لأن أنا في النهاية عايز أوصل لحياة صحية سليمة بتكثيف كل ما نقدمه لصحة المواطن في 100 يوم. وكأن رقم 100 واحد من أرقام الحظ الخاصة بصحة المصريين. 100 يوم صحة، 100 مليون صحة، 100 وصحة، الاثنين مرتبطين بالعديد من المبادرات اللي يعني بتقوم بها وزارة الصحة تحت المظلة الرئاسية. وصراحة وعشان الناس أحيانا بتفهم غلط، نحن نرى في الشعب المصري أيا كان عدده هو عامل قوة، بس بشرط أن المواطن ده يبقى صحيح. يعني لا العدد الكتير في حد ذاته هو عامل قوة، ولا العدد الكتير في حد ذاته عامل ضعف. الفكرة هي في من هم أفراد العدد الكتير ده. العدد الكتير ده في قد إيه ناس صح عايشة بحياة صحية، في قد إيه ناس متعلمة، في قد إيه ناس مثقفة، في قد إيه ناس ماهرة، في قد إيه ناس قادرة على تقديم زيادة للدخل القومي للوطن وبالتالي الدخل المواطن. كلما كان المواطن على قدر من الصحة والثقافة والتعليم والمهارة والوعي، كلما كان قوة لمجتمعه، كلما كان قوة لوطنه. كلما كان المواطن ضعيف بقى في صحته، في تعليمه، في ثقافته، في سلوكه، في أخلاقه، كلما كان عامل ضعف للوطن وزيادته، زي ما في الحديث من قلة نحن يا رسول الله، ولكنكم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. فالكثرة في حد ذاتها مش عمرها ما كانت عامل قوة. صحيح. الكثرة الصحيحة المثقفة الواعية الماهرة القادرة الوطنية هي اللي عامل قوة. طب خلينا نتكلم عن فرق التواصل المجتمعي اللي بتنتشر في نوادي وفي مولات في كل محافظات مصر. الفرق دي بتعمل ايه؟ بتكشف عن امراض عامله ازاي؟ هل بتستمر في المتابعه ولا هي بترصد فقط الحاله وبتديها للمواطن؟ طيب خليني اقول لحضرتك، احنا عندنا اكثر من 4968 فرق تتحرك على مستوى الجمهوريه، ما بين فرق متحركه بسيارات بالقوافل وفرق تتحرك اللي هي العربيات اللي بنشوفها بتاع زي العربيات ومن غير العربيات. طيب الهدف ايه؟ الهدف هو ده، التوعية على المستوى المشورة الصحية، على مستوى الصحة الإنجابية، إيه السن المناسب للجواز من الناحية الصحية؟ إيه السن المناسب للإنجاب من الناحية الصحية؟ إيه الفترة المناسبة اللي المفروض أي أسرة أو أي أم وأي أب يخلوها ما بين الطفل والطفلة عشان حق الطفل فيه إنه يتعلم كويس وإنه ياخد ويبقى حالته الصحية كويسة وإنه ما يحصلش أي نوع من التأثير للنفسي ولا الصحي البدني عليه؟ إيه الفترة المناسبة لحاجة زي كده؟ إيه الأكل المناسب؟ بقطع النظر عمرنا ما كان الأكل الصحي هو الأكل الغالي، ولا الأكل غير الصحي هو الأكل الرخيص. الحقيقة أن الصحة الغذاء وعدم صحته عمره ما ارتبط بسعره، وبالتالي إيه الأكل الكويس؟ إيه الممارسات اللي أنت المفروض تعملها عشان تعيش حياة صحية؟ السن الأربعين والخمسين إيه الحاجات اللي المفروض أن أنت تحرص عليها؟ إيه الفحوصات اللي المفروض تعملها؟ إحنا عندنا ثقافة أن إحنا بنعمل فحوصات لما نعيا، لكن الحقيقة أن هناك ثقافة الفحص الاكتشاف المبكر، الفحص الدوري، دي مش من الثقافات اللي موجودة عند المصريين، لكن من المهم أن تكون موجود. وكل مرحلة عمرية لها الفحوصات الدورية اللي مش مرتبطة بالمرض، الهدف منها هو الاكتشاف المبكر أو احتمالية وجود أي مرض. بتزيد أكتر إمتى؟ أنا النهاردة راجل الحمد لله لا أعاني من أعراض السكر، لكن عندي تاريخ أسري، أمي وأبويا عندهم سكر، عيلتي فيها سكر، وبالتالي من المهم أني أكشف وأفحص وأعمل فحوصات السكر حتى لو كنتش بعاني منها. دي ثقافة صحية. صحيح. هذا جزء مما تقوم به الفرق المنتشرة في كل ده موجود في عربية واحدة يا دكتور؟ كل اللي حضرتك قلته ده موجود في عربية واحدة ولا على تنوع الخدمات؟ يعني العيادات المتنقلة موجود فيها في 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 العربية الواحدة، لأن هي عيادة متكاملة. أي. موجود فيها كل ده، لكن يعني التخصصات الدكاترة اللي موجودين بيبقوا عاملين ازاي ولا
مناوبات وشفتات يعني أنا العيادات بيبقى فيها مجموعه من التخصصات بكذا سياره. يعني بيبقى عندنا الاطفال والنساء، بيبقى عندنا الانف والاذن، بيبقى عندنا طب وجراحه العيون، بيبقى عندنا البطنه، ودلوقتي كمان بندخل العظام وبقيه التخصصات، بحيث انه يبقى فيه فحص وتحاليل، بيبقى لانه بيبقى معاهم عربيه فيها معمل متنقل وعربيه فيها اشعاعات فحص اشعاعي متنقل ايضا. لقينا انه في مشكله، بنحول لمستشفيات الاحاله اللي هي اقرب مستشفى في النطاق الجغرافي للقافله رايحه. والفحص ده حاجات يعني سكر، ضغط، سكر وضغط وكتله الجسم، سمنه، ده اساسي. مشوره نفسيه ده اساسي، مشوره مرتبطه بالصحه الانجابيه حسب السن ده ايضا اساسي. وفي عندنا عيادات للاسنان متنقله، وفي عندنا بقى الفحوصات المعمليه اللي بيحتاجها السائل بول او الدم او غيره، ثم الفحص الاشعاعي. فاذا تبين انه في مرض بنحول الى المستشفى لاستكمال العلاج. حدود مبادره 100 يوم صحه ايه؟ تتوقف عند الكشف ولا قد تصل لصرف العلاج؟ لا، هو الهدف انه يعيش صحيح. فانا لو كشفت عليه ولقيت عنده مرض وما عالجتوش يبقى ما وصلتش للهدف. وبالتالي انا بعمل كشف او بنسميه مسوحات صحيه. فاذا كان في حاله من الاشتباه، لانه مش شرط يبقى في مرض، ممكن بس يبقى عندي علامات منذره انه في احتمال، ده بحوله عشان يعمل بقى فحص اكثر دقه واكثر تخصصا في المستشفيات. اذا لا قدر الله ثبت وجود اي نوع من الاعراض، بنقدم العلاج على طول، سواء كان العلاج ده علاج دوائي او تدخلات جراحيه. قصه طلب الزيارات المنزليه للمرضى للمسنين وغير القادرين ازاي بتتم؟ الخط الساخن بيشتغل فيها ازاي؟ وهل هي مجانيه فعلا يعني في ضمن هذه المبادره، ولا بعد المبادره ممكن تبقى برضه مقابل مجاني؟ احنا بنتكلم على نوعين من الزيارات المنزليه. الزيارات المنزليه اللي داخله في المبادره دي بتتم من بالخط الساخن 15-335، ودي مجانيه تماما ولا يتم التعامل فيها مع باي نوع من انواع التكلفه على المواطن. دي المبادرة. لكن احنا اطلقنا خدمة في العالمين مؤخرا مع مهرجان العالمين، وهي خدمة الزيارات المنزلية. دي بيتم التواصل من خلال مستشفى العالمين، عندنا عربيات مخصصة فيها تخصصات طبية وفيها الفحوصات دي، بيتم الاتصال بالمستشفى او على صفحة المستشفى، وبتقوم بزيارة منزلية لمن لا يستطيع او هو يستطيع بس مش عايز يروح المستشفى. وبالتالي هذه زيارات اختيارية، تقديم نفس الخدمات العلاجية اللي بتقدم في العيادة بتاعة المستشفى. يعني أنا هاخد نفس الخدمة اللي في العيادة بما فيها الفحوصات من خلال طلب ده، ودي مسألة اختيارية تقوم على اللي عايز بيتقدم ليها، مش عايز بيروح المستشفى بشكل مجاني. مظلة 100 يوم صحة بتشمل مين؟ بتشمل فقط غير القادرين ولا بتشمل جميع المصريين؟ مبادرة 100 يوم صحة المقصود بها 106 مليون مواطن، وكذلك المقيمين على الأراضي المصرية. لأن أنا في النهاية عايز مصر بمواطنيها بمقيميها أصحاء. يعني ممكن سوري أو سوداني يطلب الخدمة؟ كل من هو مقيم على الأراضي المصرية يتلقى الخدمات المبادرات أو المبادرة 100 يوم. كل ده مجاناً يا دكتور؟ كل ده، خليني دايماً بحب أقول كده، مفيش حاجة في العالم مجاني، لكنها تتحمل الدولة عن المواطنين تكلفة هذه الخدمة. هو السرنجة مش مجانية، يعني حتى السرنجة اللي بتدي بيها دلوقتي مش مجانية ولا التحليل، مفيش أي حاجة مجانية. صحيح، لكن المواطن لا يتحمل أي نوع من أنواع التكلفة، كل ده تتحمله الدولة من موازنتها العامة. طب والدولة في خلال هذه المبادرة أنفقت قد إيه؟ أو فيها، هل في ميزانية مرصودة لقصة 100 مليون صح على هذا المنوال يعني في هذا السياق؟ الحقيقة خليني أقول لحضرتك مثلا إنه مبادرة القضاء على قوائم الانتظار على سبيل المثال، إحنا بنتكلم على رقم أكثر من 17 مليار. وبالتالي كل والعلاج على نفقة الدولة، أعتقد دي أمراض خطيرة كمان. يعني دخلنا في خلال بس السنة دي يعني دخلنا في أكثر من 6 مليار. إحنا العام المالي بيبدأ 30/6 فعلا، إحنا بنتكلم النهاردة في ثلاثة أشهر في رقم يقرب من 6 مليار تم إنفاقه على القرارات العلاج على نفقة الدولة.
فالحقيقة أنه كل قسم من أقسام الخدمات له ميزانية مرصودة لتغطية هذه، والحقيقة وهي ميزانية كبيرة جدا، لكن في النهاية لا شيء يغلو على صحة المواطن المصري. 106 مليون خدمة تم تقديمها ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة اللي هي الزيارة للأول مرة، و 4 مليون و 800 ألف خدمة تم تقديمها ضمن المبادرة للمرأة بقى الزيارات الدورية. احنا مهتمين واحنا شايفين اهتمام رئاسي بصحة المرأة كشخص وكعماد للأسرة. يعني المرأة نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر، فإذا المرأة مجتمع بأسره. والحقيقة إنه يعني المرأة كمرأة وكأم هي مسؤولة مسؤولية كبرى عن النجاح الأطفال ونجاح الجيل وأن تكون بصحة جيدة، ده يساوي صحة المجتمع في النهاية. لذلك كان هناك المبادرات الرئاسية المرتبطة بالمرأة، مبادرة صحة الأم والجنين مرتبطة بشكل مباشر، طبعا كل المبادرات الأخرى المرأة جزء منها، لكن الموجهة للمرأة بشكل واضح أو حصري زي ما يقولوا صحة الأم والجنين، والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر على أورام الثدي. والحقيقة أنه أورام الثدي تحديدا من الأورام التي إذا تم اكتشافها مبكرا صحيح نسبة العلاج فيها تصل إلى 99% أو 100%، وبالتالي هي من الأورام التي يتم الشفاء منها بشكل كبير جدا بشرط الاكتشاف المبكر، وهي من أكثر الأورام شيوعا عند المرأة. وبالتالي الاهتمام ده مبني على أهمية المرأة في المجتمع وطبيعة المرض اللي يمكن الشفاء منه ومعدل انتشاره. عشان كده دي مبادرة من واحدة من أنجح المبادرات، والحقيقة العالم أشاد بيها أن احنا انتقلنا بعد ما كنا بنشخص أورام الثدي في المرحلة الرابعة بنسبة 69% أو 70% بنكشفهم في المرحلة الرابعة، النهاردة نزلنا بقينا بنكتشف 25% بس في المرحلة الرابعة. معنى كده احنا بنكتشف الجزء الأكبر في المرحلة الأولى التي يمكن الشفاء منها وعلاجها بشكل فعال جدا. أخبار مبادرة التأمين الصحي الشامل يا دكتور، وصلنا لغاية فين؟ هو التأمين الصحي الشامل هو مستقبل الخدمة الصحية في مصر. إحنا الحمد لله هو ده اللي أعتقد اللي هيغطي كل المبادرات دي. يعني المبادرات دي تعتبر بمثابة مسكنات كده، والمبادرة دي هي المبادرة الأم أظن. هو القانون بيقول إن التأمين الصحي بيطبق على فترة زمنية. تمام. وبما إنه أنا مش هقعد أستنى لتقديم خدمات صحية للمواطن لحد ما تنتهي الفترة الزمنية، تغطي فأنا ماشي بالتوازي، شغال في التأمين الصحي في محافظات التأمين الصحي اللي إحنا المرحلة الأولى 6 محافظات، والمرحلة الثانية سوف يتم إعلانها قريبا جدا في 5 محافظات أخرى. الرقم إذا كان في المرحلة الأولى كان تقريبا 4 مليون مواطن اتغطوا، اتضاعف الرقم ده في المرحلة الثانية، احنا بنتكلم في التوتال هنوصل ل 12 مليون تقريبا أو في المرحلة الثانية يشمل المظلة بشكل كامل. والتأمين الصحي هو تقديم خدمة علاجية متكاملة في أماكن، يعني عن كل الناس شايفة أماكن تقديم الخدمات العلاجية في محافظة المرحلة الأولى، المستشفيات سواء مجمع الإسماعيلية مجمع بورسعيد، التطوير اللي حاصل في أسوان وفي البحر الأحمر، نفس الخدمة دي بيتم تقديمها على نفس المستوى في بقية المحافظات للوصول في النهاية إلى تغطية تأمينية كاملة، عشان ده واحد من حلم كل الدول. صحيح. يعني كل الدول حلمها أن يكون هناك تغطية تأمينية لمواطنيها، ويمكن كلنا سمعنا عن موضوع أوباما كير والتغطية التأمينية في يعني واحدة من الأمور التي يتقدم بها الرؤساء في الولايات المتحدة كملف لناخبيهم عشان ينتخبوهم على أساس التغطية التأمينية الشاملة. والحمد لله الدولة المصرية ماشية من سنة 2019 تحديدا بعد سنة من إطلاق القانون بشكل واضح جدا للوصول إلى تغطية تأمينية شاملة، والفرق إن احنا ما عندناش أمراض مش داخلة، القانون يعالج كل الأمراض. عظيم، نتوقع خير إن شاء الله ونتعشم خير، ونتيجة المجهود المبذول إن شاء الله تظهر قريبا جدا أكتر وأكتر على جموع المصريين. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، سعدنا بوجود حضرتك. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. ودلوقتي موعدنا مع جمال وسحر الطبيعة اللي بنشوفه
في مدينة العالمين، مدينة العالمين الجديدة اللي يمكن احتضنت بالأمس يعني مهرجان موسيقي كبير، كان فيه كايروكي وكان فيه توليت. بالتأكيد النهاردة أيضا هيبقى فيه فعاليات أخرى مش بس غنائية، أكيد رياضية وفنية. زميلنا محمود جميل هناك في مدينة العالمين، بنقول له صباح الخير وأخبار النهاردة إيه وأخبار جدول النهاردة إيه يا محمود مع مهرجان العالمين. صباح الخير عليك يا مصطفى، صباح الخير عليك يا منى، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان، بصبح عليكم من أحلى المدن السياحية الموجودة مدينة العالمين الجديدة. والحقيقة عايز أقول لكم مفيش أجمل ولا أحلى من أنك تصحى الصبح كده وتشوف منظر البحر الجميل مع طبعا الأبراج، فكل المميزات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة تجعلها من أفضل الوجهات السياحية اللي موجودة. ويمكن مش ده بس كلامي، لكن كمان شهادة الجمهور اللي كان موجود امبارح في حفلة كايروكي وتوليد، والحقيقة كانوا مبسوطين جدا بالأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة، خاصة ان في منهم ناس كتير سافروا برا مصر، ولكن لما شافوا المناظر برا والأشكال برا وجم هنا في مدينة العالمين الجديدة، فالحقيقة هم مبهورين جدا بالجمال والتطور العمراني والسياحي اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة. ويمكن امبارح احنا كنا مع ليلة رياضية فنية الحقيقة، ولكن خليني أبدأ طبعا بنهاية اليوم امبارح وهي الحفلة الجميلة الكايروكي وتوليت. والحقيقة خلينا نتكلم الأول عن حجم الإقبال الشديد اللي كان موجود في الحفلة، وده طبعا يعني بيعود إلى الجمهور الكبير المحب والعاشق لكايروكي وكمان لتوليت. يعني احنا لقينا مختلف الأعمار اللي موجودة، منهم كل الناس اللي بتحب توليت والناس طبعا اللي بتحب كايروكي. فالحقيقة امبارح كان في زحمة جدا في الحفلة وكان في إقبال من مختلف الأعمار. أمير عيد نفسه قال على الستيج إن دي من أقوى الحفلات اللي بيعملها كايروكي، وكمان السنة اللي فاتت كايروكي كانت من أقوى الحفلات، وامبارح كمان كانت من أقوى الحفلات جدا في مهرجان العالمين في نسخته الثانية. الناس انبسطت بالتنظيم، انبسطت طبعا بالأغاني اللي قدمها كايروكي، فالحقيقة كان في تنوع امبارح جميل جدا من حيث الأعمار اللي موجودة ومن حيث التنوع الغنائي ما بين توليد وأمير عيد وكايروكي. امبارح كمان كان عندنا طبعا بعض الفعاليات الرياضية اللي كانت موجودة قبل حفلة كايروكي، ويمكن بدأناها بالماراثون اللي كان موجود في مدينة العالمين الجديدة، ماراثون الدراجات والجري. ماراثون الدراجات هو الثاني مرة يتعمل منذ أيام، كان في الماراثون الدراجات الأول وده ماراثون الدراجات الثاني، لكن ماراثون الجري كان لأول مرة يكون موجود في النسخة الثانية لمهرجان العالمين الجديدة، وكان في مشاركة كبيرة جدا من اللاعبين ومن الرياضيين، والحقيقة خاضوا مسافة 6 كيلو من المنطقة الترفيهية وصولا لحد الممشى السياحي والعكس. والحقيقة كان في أجواء جميلة جدا امبارح ساعدت الشباب على مسألة الجري وعلى مسألة التنافس فيما بينهم فيما يتعلق بحالة الجو اللي كانت موجودة، أجواء مدينة العالمين الساحرة. وكان في تفاعل كبير جدا من المواطنين الحقيقة اللي موجودين على الممشى وكانوا بيشجعوا الشباب، وكان في حالة كده تنافسية وحالة جمالية حلوة جدا من الناس اللي مستمتعة بالفعاليات اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة. وخلينا أقول لكم إن امبارح الحقيقة في الفعالية دي تحديدا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت مجهود كبير جدا في فعالية الماراثون الجري. فيما يتعلق بقى بالتنظيم، كان الحقيقة تنظيم على أعلى مستوى فيما يتعلق بنقطة البداية ونقطة النهاية والعودة كمان مرة تانية. التأمين اللي كان موجود الحقيقة على أعلى مستوى فيما يتعلق بالمسار اللي كان موجود لماراثون الجري، سيارات الإسعاف اللي كانت موجودة طبعا، التغطية الإعلامية اللي كانت موجودة. الحقيقة كل تفصيلة من التفاصيل الصغيرة والكبيرة كانت حريصة عليها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تواجدها، ودي طبعا اللي خلت الحدث يليق بكل جمهور وزوار مدينة العالمين الجديدة. استكملنا كمان اليوم امبارح بفعالية القضية والنسخة الخامسة للام ام اي، والحقيقة كان امبارح في حضور جماهير كبير جدا، الناس كلها بتتابع البطولة وبتتابع الفعالية، وطبعا الشركة المتحدة مقدمة تسهيلات كبيرة جدا في تواجد الفعالية دي في النورث سكوير وتقديم كل الخدمات اللي تساعد على وجود اللعيبة 24 مقاتل من 8 جنسيات مختلفة، وكمان على إتاحة الفرصة للجمهور ان هو يكون موجود ويتابع الرياضة المفضلة ليه دي بالنسبة للفنون القتالية المختلطة. فالحقيقة كان اليوم امبارح مهم جدا
جدا، ودي لاول مره النسخه دي تكون موجوده في مهرجان العالمين الجديده، وده طبعا بياتي من حرص اداره المهرجان والشركه المتحده على تنوع الفعاليات، وان يكون في فعاليات جديده موجوده في النسخه الثانيه. النهارده هتستكمل الفعاليات دي ببطوله كره السله لابطال او مناطق القاهره واسكندريه والجيزه التابعه للاتحاد المصري لكره السله وتحت رعايه وزاره الشباب والرياضه والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. هيكون عندنا النهارده حريفه المدارس، هيكون عندنا دوري كره القدم خاص بطلبه المدارس على ملعب كره القدم، بالاضافه الى انطلاق بطوله الجودو بمشاركه بعض الأندية والمنتخبات العربية، بالإضافة طبعا لسباق السيارات اللي هيكون مستمر معانا النهاردة، ومسرحية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقي، ودكان الأحلام اللي هيكون موجود في المسرح الروماني في المدينة التراثية. اليوم مليء بالفعاليات المختلفة، دعوة لكل الناس إن هي تيجي مدينة العالمين وتستمتع بكل الفعاليات في مهرجان العالمين الجديدة، وبالتأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات دي لحظة بلحظة، وبرجع لكم مرة تانية في الاستوديو منا ومصطفى. شكرا لك يا محمود، وبالتأكيد في فعاليات كتير جدا مهرجان العالمين هيعملها، يمكن الطابع الرياضي يغلب على بداية الأسبوع بعد ويك إند غنائي جمع ألوان كتير جدا من الموسيقى في مهرجان العالمين. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمرة، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. اهلا بحضراتكم. كشف اثري فريد تم الاعلان عنه امبارح لاول مره. الكشف عباره عن اكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد، وناخد بالنا قوي من كلمه قبل الميلاد دي، وتم الكشف عنه في كفر الشيخ. قدرت البعثه الاثريه المصريه التابعه للمجلس الاعلى للاثار في الوصول للكشف ده، ولسه تم الاعلان عنه. الجميل ان المصريين هم اللي كشفوه، بنشوف ساعات ان البعثه الهولنديه او البعثه الالمانيه بتكشف، لكن ان المصريين يكشفوا دي حاجه جديده. ده واحد. اتنين، انه يبقى في كفر الشيخ. اتنين، مش كتير جدا الاثار المصريه الفرعونيه بتبقى في منطقه الدلتا، يعني هي في صعيد مصر بشكل كبير. تلاته، بيكشف لينا اسرار كتير جدا عن علم الفلك اللي احنا كنا يعني متقدمين فيه. الفراعنه كانوا بيعملوا ايه في علم الفلك؟ ماذا كان يفعل المصريين القدماء؟ المرصد الفلكي ده كان بيستخدم في تسجيل الارصاد الفلكيه، حركه الشمس، حركه النجوم، علاقتها بالمعبد، علاقتها بالتقويم الزراعي، علاقتها بالتقويم الشمسي، تفاصيل كتير جدا عن اهميه هذا الكشف واهميه الفلك في حياه المصريين القدماء. رحبوا معنا بضيفنا الدكتور شريف شعبان، الباحث في الاثار المصريه القديمه وعضو اتحاد الاثريين المصري. بنصب عليك دكتور شريف. صباح الفل يا مصطفى. صباح الفل. اهلا وسهلا. قولنا أهمية الكشف ده إيه؟ بيحطنا على أي طريق تحديدا؟ شوف، إحنا كل يوم بنكتشف حاجات جديدة في الحضارة المصرية القديمة. يمكن يعني إحنا من يومين ثلاثة كان عندنا كشف عن مجموعة من النقوش في قلب النيل، ده كشف جديد من نوعه. كان عندنا كشف في اسكندرية، كان عندنا كشف سقارة. النهاردة أو إمبارح عندنا كشف بتاع كفر الشيخ، أكبر وأقدم مرصد فلكي اكتشفناه لحد دلوقتي. اكتشفناه في مدينة بوتو، ودي من أقدم العواصم على مستوى العالم. دي كانت عاصمة الدلتا قبل توحيد مصر. قبل عصر التوحيد الإسرائيلي. بالظبط، قبل نهر مرمينا. معناها أن المدينة دي كان ليها أهمية سياسية واستراتيجية وعلمية وعقائدية كمان. فكون أن هم يهتموا ببناء معبد ومرصد فلكي، أن المدينة دي كانت بتلعب دورها السياسي والديني لحد أواخر الحضارة المصرية القديمة. الكشف احنا بنقول ان هو قرن سادس قبل الميلاد، يعني بدايه نهايات الحضاره المصريه القديمه. ورغم كده كان في تفوق علمي، وكان في تفوق معرفي، كان في تفوق في كل مجالات العلم، وبالاخص فكره الفلك. في حضارات كتيره كانت متفوقه في الفلك زي الحضاره البابليه، ولكن ده لا ينفي ان الحضاره المصريه القديمه كان ليها باع وكان ليها سبق في علم الفلك وعلم الابراج وعلم الاجرام اللي احنا لحد دلوقتي ماشيين بنفس النظام ده. ده يدينا الايحاء بايه؟ ده يدينا انه شكل جديد وشكل مختلف احنا مش متخيلين ان هو كان موجود، او احنا ما كناش متخيلين ان احنا برعنا لهذه الدرجه في علم الفلك بوجود هذا المرصد الفلكي القديم جدا. ما لقيناش مراصد بالحجم ده، ما لقيناش مراصد بالدقة دي أو بالتفاصيل دي أو فيها أدوات كاملة لعمليات الرصد الفلكي بالإبداع ده. لقينا إيه؟
لقيناه في المرصد ده. لقينا ايه بقى؟ لقينا مجموعه من الادوات اللي استخدموها الكهنه في عمليه الرصد، لقينا الابنيه الخاصه بالمرصد شبه كامله، لقينا مجموعه من التمايم، مجموعه من البقايا الاثريه اللي دلتنا على استخدام المرصد ده بشكل كبير جدا، وبتدلنا على اهميه المرصد ده واهميه استخدامه في الوقت. خلينا نتكلم في الجانب الزراعي بس، الشهور المصريه القديمه اللي ما زال الفلاحين المصريين بيشتغلوا عليها، المرصد ده كان علاقته ايه بيهم وازاي كان بيخدم عليه؟ الفلك بشكل عام كعلم في الحضاره المصريه القديمه كان ليه اهتمام كبير جدا، ليه بقى؟ لان المصريين القدماء احنا عارفين ان هي حضاره قايمه على الزراعه. صحيح. على ضفاف النيل، وبالتالي المصريين القدماء اهتموا بشكل كبير جدا بحركه الشمس والشروق والغروب والتقويم الشمسي وحركه الزراعه وتقسيم مواسم الزراعه والفيضان، وكل ده كان ليه نظام دقيق جدا عند المصريين القدماء، لان كل حاجه كان ليها الترتيب بتاعها، واي خلل كان ممكن يحصل مشكله كبيره في المواسم الزراعيه. فده اللي خلاهم يهتموا بشكل كبير جدا بعلم الفلك ورصد الاجرام والنجوم وحركه الليل والنهار وتحركات الشمس من بدايات الحضاره المصريه. عشان يحدد وقت الحصاد، يحدد وقت بالظبط الزراعه، يحددوا السنه الشمسيه او السنه المصريه القديمه ل 360 يوم وخمس ايام زياده اللي هم سموها ايام النسيق. قسموا السنه لثلاث مواسم اساسيه اللي هو موسم البذر وموسم الفيضان وموسم الحصاد اللي احنا بنسميه الشمو، اللي احنا دلوقتي بنحتفل بيه شم النسيم جايه من كلمه الشمو. وبالتالي فكره الاهتمام بالفلك وربط الفلك بالحياه اليوميه ده كان حاجه مهمه جدا في حياه المصريين القدماء، سواء كانت الدوله اللي بترعى عمليه الزراعه والحصاد الاهتمام بالفلك والمراصد الفلكيه، لحد حياه الانسان المصري القديم نفسه الفلاح اللي كانت حياته قايمه على ضفاف النيل بشكل منتظم، فكره الفيضان، فكره الزراعه وتنظيم عمليه الزراعه اللي مرتبطه بفكره الفلك. المصري القديم اهتم جدا بحركه النجوم اللي احنا لحد النهارده ماشيين بنفس السيستم، النظام اللي هو كان شغال عليه زمان، النجوم الثابته، النجوم المتغيره، احجام وحركه النجوم والكواكب، لدرجه ان بعض النجوم زي الشهرة اليمنيه او النجم القطبي هو قدر ان هو يرصدها ويرصد مكانها ويرصد تحركاتها، والكواكب والنجوم الصغيره اللي هو بيلف حوالين النجم ده، وده شيء مبهر ان هو بآلات بسيطه جدا قدر ان هو يكتشف لنا العالم اللي فوق الارض ده. طيب الشكل المعماري للمرصد والادوات المستخدمه والمواد كمان المستخدمه مديانا الايحاء بايه او بتقول لنا ايه عن قدم هذا المرصد؟ بتقول لنا ان المصري القديم كان منظم جدا، وقدر ان هو يستخدم الات بسيطه جدا، ولكن قدر ان هو من خلالها يوصل لعلوم متقدمه بشكل كبير. كان احنا دلوقتي عندنا مراصد وتلسكوبات وانظمه متطوره نرصد اجرام ونرصد نجوم وكواكب، ولكن المصري القديم بالاكتشاف ده دلنا ان هو كان بارع جدا في مجموعه من العلوم اخصها علم الفلك، قدر بالادوات دي ان هو يكون عنده علم متكامل يقدر من خلاله رصد حركه النجوم والكواكب والاجرام، وقدر بفضل الاكتشاف ده ان احنا نعرف كل التفاصيل اللي خاضها المصري القديم في رصد وامكانياته في معرفه علم الفلك. ارسطو عندما تحدث عن علوم العالم وقال ان انا اعتقدت في بدايه يعني دراستي ان كل العلوم اصلها يوناني، ولكن اكتشفت بعد ما درست كل العلوم ان كل العلوم في العالم عرفت عن طريق المصريين القدماء. ماذا وضع المصريين القدماء من لبنات اولى في علم الفلك امام البشريه وامام العالم؟ شوف احنا عندنا قطعتين فنيتين غايه في الروعه بيكلمونا عن علم الفلك، عندنا سقف او الزودياك بتاع دندره اللي هم بره بيسموه زودياك اللوفر، وانا ده اتسرق، ده اتسرق في القرن 19، وانا بصر ان اقول ان اسمه زودياك دندره مش زودياك اللوفر عشان لازم ينسب لينا مش ينسب ليهم. طبعا. وعندنا السقف بتاع معبد اسنا اللي كله مجموعه من الابراج والاجرام السماويه المنظمه، وفيها مجموعه جميله جدا من الاشكال الخاصه بالنجوم والخاصه بالابراج، اشبه كتير بالابراج اللي احنا بنتعامل بيها لحد دلوقتي. زي برج الحمل وبرج الثور وبرج العقرب وبرج السرطان. كانوا مصورينهم او رسمينهم؟ رسمينهم بدقه شديده جدا بتفاصيل جميله جدا كانها مرسومه امبارح. يمكن وزاره السياحه والاثار اهتمت ان هي ترمم السقف بتاع معبد اسنا
وقدر تاني تبين جمالياته وتبين الالوان الرائعه اللي المصريين القدماء سابوها لنا على سقف المعبد ده. احنا بنتكلم على ارتفاع اكتر من 5-6 متر، قد يصل الى 10 متر، ولكن الدقه الشديده اللي ساب فيها المناظر دي بالوان بتفاصيل دلتنا ان هو اهتم بكل التفاصيل الخاصه بالابراج، عمل لنا مناظر لكائنات خرافيه او كائنات مركبه بتدلنا بحركه الابراج واهتمامه بيها وتنظيمها اشبه باللي احنا ماشيين بيه لحد دلوقتي. يعني هو شاف النجوم، شاف الكواكب، عمل خريطه ليهم، ولا بنتكلم بس في قصه الابراج؟ يعني قول لنا فلكيا احنا وصلنا لايه وقدمنا ايه للمعرفه العامه وللبشريه؟ لا كله ده عمل خريطه متكامله للسماء، كانه عنده تلسكوب حديث معاصر باللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي، قدر ان هو يفصص كل موجوده في الاجرام السماويه، قدر ان هو يحدد لنا النجوم وحركتها وايه الكواكب الثابته وايه الكواكب المتغيره، لدرجه ان هو قسم النجوم لمجموعتين، مجموعه اسمها النجوم التي لا تفنى والنجوم التي لا تتعب، من كتر ما هو شاف ورصد الحركات بتاعت النجوم. كل الحركات دي كان ليها تأثيرها على البيئة المصرية، زي ما قلنا فكرة الزراعة، فكرة الحصاد، فكرة ارتباطها بفيضان النيل، وده كان ليه ارتباطه كمان بالشعائر والطقوس الدينية. ده سؤالي، حضرتك بتقول إنها موجودة على سقف دندرة ومعبد دندرة ومعبد إسنا، الاثنين من المعابد الشهيرة، وحضرتك بتقول إنها موجودة على الأسقف، في أي ربط ما بين علم الفلك المصري القديم والمعابد القديمة؟ طبيعي، يمكن علم الفلك كان من أهم العلوم اللي الكهنة المصريين القدماء تخصصوا فيه، وكان في كاهن متخصص بس لعلوم الفلك كان بيتسمى من زمان جدا كبير الرأيين، اللي هو بيطلع وبيرقى أو بيرى ويشوف حركة النجوم والكواكب، وبالتالي كان في معابد كانت أسقفها كلها مغطاة بالمناظر الفلكية. وحكمة الفنان المصري القديم أنه يرسم الفلك والمناظر الدقيقة بتاعته على السقف بدقة متناهية، قد إيه هو عارف هو بيرسم إيه. طب إيه أبرز الرسومات اللي لقيناها في المعبد المكتشف في كفر الشيخ أو المرصد المكتشف في كفر الشيخ، وماذا تدل هذه الرسومات؟ لقينا الأدوات، لقينا رسومات، لقينا خرائط فلكية، لقينا مجموعة من التمايم دلتنا على استخدام المرصد ده بشكل متكامل، أو دلتنا على أن المرصد ده كان شغال بشكل قوي جدا. لقينا الأدوات الكاملة دي، ودي من النوادر أن احنا نلاقي مرصد فلكي في كم المكتشفات دي أو كم العناصر دي، بحيث أن ده عندنا كنز اسمه مرصد فلكي في كل العناصر. طب يعني أنا أعرف أن السمكة أنقى بكتير، طبعا ما كانش فيه التلوث والعوادم السرطان، ولكن كيف كان يرى النجوم؟ هل كان في تلسكوب؟ هل كان في أداة للتكبير أو التصغير حتى يصف هذا الأمر بالدقة دي؟ يعني ماذا استخدم المصري القديم من أدوات حتى يرى هذه النجوم؟ طبعا كانت الطبيعة بتساعده، زي ما حضرتك قلت كانت السماء أكتر يعني صافية أكتر من دلوقتي، كان بيطلع على ربع أو تلال بيقدر من خلالها أن هو يتابع حركة النجوم، بيطلع على أسطح المعابد عن طريق مجموعة من الأدوات، كان عنده أداة شبه المسطرة وليها تقيلة من خلالها بيقدر يحسب اتجاه النجوم والحركات بتاعتها ويرسمها على خريطة عنده، ودي من خلالها بيتم رصد تتابع النجوم وعمل جدول زمني هي بتتحرك كل قد ايه وثابتة ولا متحركة والحركة بتاعتها بتتم امتى، وده اللي خلاه يعمل شبه جدول زي اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي لحركة النجوم والتقويمات اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي. طيب المرصد كان بيتكون من كام غرفة، وهل في تقسيمة لشغلانة كل غرفة يعني موجودة طبعا في المرصد اللي تم اكتشافه؟ في مجموعة من الغرفة خاصة بالكهنة، مجموعة غرف خاصة بالأدوات اللي كان يسيبها المصري القديم، غرفة للخدمات. طبعا لسه مع الوقت هنكتشف وهيبقى في تقارير أكتر هتدلنا عن تفاصيل طبعا المرصد ده، ولكن اكتشافه في حد ذاته بالتفاصيل دي بشكل متكامل ده وفي العصر المتأخر للحضارة المصرية القديمة دلنا على أن الاهتمام بالفلك وكل عناصر الفلك كان الحضارة المصرية مهتمة بها حتى نهاية الحضارة. التفاصيل دي أو الكم الكبير من المكتشفات اللي جوه المرصد وفي مكانه وفي مدينة بوتو، ده بيعتبر اكتشاف مهم جدا، وأعتقد أن ده من أهم اكتشافات 2024. أنا يسعدني أن الاكتشاف برضه تم عيد مصريين، يعني بعثة مصرية. أنا بغير على القصة دي لما أشوف بعثة هولندية أو بعثة ألمانية، طبعا كل الشكر ليهم. كان زمان عندنا يعني
اعتماد كبير على البعثات الأجنبية، اعتماد كبير على المراكز الثقافية والأثرية الأجنبية، ولكن دلوقتي احنا بنفتخر ان عندنا في وزارة السياحة والآثار بعثات مصرية 100% عندهم القدرة على الاستعانة بعلماء مصريين قادرين ان هم يحققوا نجاحات ويحققوا اكتشافات بتنسب ليهم كاملين بدون الاعتماد على العنصر الأجنبي. أكيد يعني سعدنا بوجودك دكتور شريف شعبان باحث في الأثار وعضو اتحاد الأثريين، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجودك. شكرا جزيلا، أشكرك. شكرا جزيلا لك دكتور شريف. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم بكرة إن شاء الله، يتجدد الميعاد في نفس الموعد من 7 حتى 10 صباحا على شاشتي الأولى والفضائية المصرية. بنصبح عليكم جميعا، صباح الفل عليكم، صباح الخير يا مصر.